ويطلق حكم اللقاء الماليزي صافرته معلن ابتداء شوط المباراة الأول. سيلارجان الماليزي الدولي وكرة ملعوبة يابانية، محاولة تمرير إلى تاكاهارا لكن مقطوعة أيضا تصل هلالية. نواف التميات تشارك منذ بداية المباراة اليوم طبعا، نتيجة لإصابة عبد الله جمعان والذي لن يستطيع المشاركة حتى في خط الاحتياط. نتمنى عودة عبد الله جمعان إن شاء الله متألقة مع فريق الهلالي، وهو اللاعب الذي سطر اسمه فعلا في هذا الموسم مع فريق نادي الهلال كهداف ايضا. ايش هو نواف التمياط، ما زال محتفظ بالكره. نواف يلعب اماميه الى سامي الجابر، سامي يحاول براسيه خلفيه ولكن تمر الكره الى خارج ارض الملعب. ضربه ركنيه، الضربه الركنيه الاولى للهلال في شوط المباراه الاول، واول ضربه ركنيه في المباراه. مبكره جدا الضربه الركنيه وتبشر بالخير ان شاء الله، والهلال مع اول ضربه ركنيه في المباراه. حارس المرمى اوزاكي يوجه لاعبيه، والشلهوب يلعب كرة إلى أحمد الدوخي، أحمد الدوخي يحاول رفع كرة داخل منطقة الجزاء يسدد، وتصطدم في المدافع، تصطدم في المدافع الياباني وإلى خارج أرض الملعب. ضربة ركنية أخرى، ضربة ركنية ثانية، وبداية الدقيقة الثانية من زمن شوط المباراة الأول. ضربتين ركنيتين للهلال وضغط للهلال، ملعوبة الآن من سيرجيو، ضربة ركنية تبدو ملعوبة داخل منطقة الجزاء. سيرجيو مع التنفيذ، نفس سيرجيو الى داخل منطقة الستة لكن مقطوعة للفريق الياباني، تصل بين محمد لطف ويحاول فيها محمد، يحاول يلعبها خلفية ناحية الشلهوب وملعوبة هلالية الان الى نواف التميات، محاولة دخول من نواف وخطأ، خطأ نعم خطأ في مكان مناسب جدا. نواف التميات حاول الدخول بين لاعبين من الفريق الياباني ولكن لم يكن هناك اي حيلة لمدافعي الفريق الياباني سوى اعاقة نواف التميات خارج منطقة الجزاء، وخطأ ضربة حرة مباشرة في مكان جيد للتسديد، في مكان جيد للتسديد على المرمى. ونواف التميات في ارض الملعب ان شاء الله يقوم بالسلامه. شاهد نواف الحمد لله على قدميه، هذه عاد الكره مره اخرى، وسوزوكي وفوكينيتشا يشاركا مع نواف التميات، وخطا لصالح الهلال. ضربه حره مباشره، ضربه حره مباشره مبكره جدا، وان شاء الله طبعا حز، اعترض اعترض اللاعب والاعتراض في حز، والحز هذا في له ضربه حره مباشره. ملعوبه الان سيرجيو وسامي الجابر مع التسديد، وشاهد محمد لطف ايضا، وحاله صد سيرجيو يسدد، الله اكبر الله اكبر. الهدف الاول، الهدف الاول في الدقيقه 3، مبكر مبكر يا هلال تب بدر، الله الهدف الاول للهلال، الهدف الاول للهلال في الدقيقه 3. ما يسوي معها شيء حارس المرمى، وزاكي يتفرج عليها، وزاكي يتفرج عليها، والهدف الاول للهلال. سيرجيو، سيرجيو البرازيلي، والصفقة الناجحة، والصفقة الناجحة، الهدف الأول للهلال، الهدف الأول للهلال من ضربة حرة مباشرة. وأوزاكي لا يعمل شيء رغم أنه أفضل حراس الدوري الياباني هذا العام، وهجمة هجمة يابانية ولكن إلى خارج أرض الملعب، ضربة مرمى، هذه عادة مرة أخرى، رائعة رائعة الكرة، وعلى يسار حارس المرمى في الثمانيات في المقص العلوي الأيسر لحارس المرمى الياباني يوشي اوزاكي، وتعلن تقدم الهلال بهدف مقابل لا شيء مع الدقيقة الثالثة من زمن الشوط المباراة الأول. هدف مبكر،
هدف مبكر ويسعدنا جدا تقدم الهلال مبكرا. نهاجم الفريق الياباني ونفاجئه في ارضه ونستطيع ان شاء الله الفوز والطفر بهذه النهايه. عبد الله خليل الان مدافع يحاول لعب الكره اماميه الى صاحب الهدف سيرجيو. سيرجيو يحاول يمر ما يعزل ما تحفظ الكره يمررها قصيره الى نواف لكن نواف يتحصل على الكره ومحافظ عليها مع خلفيه الى محمد دوت لكن ايضا مقطوعه لصالح الفريق الياباني مع ناكاياما ومقطوعه نواف التمريره تحول لعبه اماميه الى سامي. سامي تمر الكره سامي تمر الكره محاوله من الناحيه اليمنى سامي الجابر. سامي الجابر يحاول من الناحيه اليمنى لكن ايضا مشاركه من ماكوتو تناكا. تناكا قلب الدفاع تصل من عمر الغامدي الان الى احمد الدوخي وكره ارضيه عرضيه وتمر من الدفاع الياباني. المفاجاه عنصر مهم كان في مباراه اليوم وحتى الدقيقه الخامسه الهلاليون يفاجئ الفريق الياباني في منتصف ملعبه ويفعل ما يشاء في الكرات التي تكون على الاجنحه وهذه عاده الهدف الرائع الذي يحرزه سيرجيو. ملعوبه الان كره الى سامي الجابر. سامي يحاول مدخل منطقه الجزاء يمرر الى محل لطف. لطف للنواف. نواف يحاول على القوس لكن لعبه خلفيه تصل تسديده من عمر الغامدي تصدم في المدافع وتخرج الى خارج ارض الملعب الى خارج ارض الملعب. ضربه رقميه وضربه رقميه ثالثه وضغط ممتاز ممتاز الضغط الهلالي على المرمى الياباني. محاولات حسم المباراة مؤكرا وهذه عادل الهدف. مبسوط ابو سعد مبسوط عبد الرحمن عنيق مخرج مباراة اليوم بالهدف وطبعا كلنا مبسوطين بالهدف وان شاء الله يستمر التفوق. وسيرجيو الان مع الضربة الركنية يبدو سيلعبها طويلة داخل منطقة الجزاء. ملعوبة الكرة الى القائم البعيد ولا احد من لاعبي الهلال وتخرج الكرة الى ضربة مرمى لصالح فريق جابريو الياباني. جابريو الياباني حامل اللقب وصاحب بطولة السوبر عام 99 في اسيا. يهم المحافظة على هذا اللقب ولكن على مين؟ مع الهلال اليوم في النهائي مع الأزرق في نهائي البطولة الآسيوية 19 للأندية أبطال الدوري. ملعوبة الكرة كوري يابانية نحن يامانيشي يامانيشي كرة بالعرض ولكن مقطوعة أيضا من عبد الله الشريدة لاعب الخبرة في خط دفاع فريق نادي الهلال. عبد الله الشريدة رمية جانبية يابانية ملعوبة أمامية ناحية تاكاهارا. تاكاهارا لاعب خطير يحاول أحمد خليل معاه وكرة يتدخل فيها أيضا خميس العويران وكرة بالعرض يابانية ملعوبة تصل محاولة تسديد ولكن إلى خارج أرض الملعب. محاولة تسديد من كوغوتشي. كوغوتشي اللاعب الخطير الياباني يعتمد عليه المقدوني جيوكيكا هادي زيبسكي مدرب فريق جابريو الياباني يعتمد على كوغوتشي كثيرا في التقدم خلف الهجمات اليابانيه وبالتالي يستطيع تهزيم مثل هذه الكرات ولكن كرته هنا خرجت واخطات المرمى وضربه مرمى هلاليه. ملعوبه الان تصل الى محمد الشلهوب النجم الهلالي القادم من الناحيه اليسرى يحاول محمد الشلهوب بكره خلفيه الى نواف الطمياط. اطفى نواف الطمياط على مشاركته في خط الوسط اليوم فعاليه فيما يبدو والى الدقيقه السابعه من زمن شوط المباراه الاول والمتقدم في الهلال بهدف مقابل لا شيء. ملعوبه لاحمد الدوخي الان بدايه هجمه من الناحيه اليمنى يمر الكره احمد الى سامي الجابر ولكن كره مقطوعه من تاناكا. تصل كره اماميه الان من تاكاهارا الى ناكاياما ولكن الكره الى خارج ارض الملعب الى خارج ارض الملعب. هذا المقدوني هو صديق ليوردريسكو الروماني وذكر قبل هذا اللقاء بانه يتمنى طبعا الفوز والعوده بالكاس الى اليابان ولكن اذا ما فاز الهلال فهو فريق كبير وسيكون سعيد لصديقه الروماني انجيل يوردريسكو. روح طيبه وهذا هو ما نتمناه طبعا وهذا هو الغرض من مثل هذه اللقاءات الاسيويه. ملعوب الكره اماميه الان لكن مقطوعه من محمد الشلهوب. تصل في المنتصف الان لصالح جابريو مع اوكو دايسيكو اوكو وتمريره الى ناكاياما محاوله داخل منطقه الجزاء ولكن اشاره من العماني محمد الموسوي الحكم المساعد الاول ويشير الى وجود تسلل. هذه عادة مرة أخرى وتسلل لصالح فريق نادي الهلال ضربة حرة غير مباشر. أحمد خليل وكرات عرضية خلفية للهلال مع أحمد خليل وعبد الله الشريدة. وتفاعل جمهور كبير هنا في استاد الملك فهد الدولي في الرياض. والذي حضر منذ ساعة مبكرة لمؤازرة فريق نادي الهلال أكثر من 50,000 متفرج تقريبا يحضر اللقاء اليوم ونتمنى أن يكونوا سعداء حتى النهاية إن شاء الله
احمد الدوخي يقطع الكرة لكن تصل في المنتصف ناحية اوكو. اوكو يلعب كرة امامية الى تاكاهارا المتحرك لكن مقطوعة صالح الهلال. خميس العويران افضل لاعب في المباراة السابقة، خميس العويران وتاكاهارا طبعا قطع الكرة من تاكاهارا افضل لاعب للفريق الياباني في المباراة السابقة ايضا. خطأ للهلال الان الدقيقة 9 من زمن شوط المباراة الاول، هدف للهلال من قدم سيرجيو بضربة حرة مباشرة، لا شيء لجابريو الياباني. احمد الدوخي مع التنفيذ يلعب كرة امامية الى سامي، سامي الى نواف، نواف يسدد كرة ارضية ولكن تمر بجانب القائم الايمن للمرمى الياباني وضربة مرمى لصالح جابريو الياباني. هذا نواف التمياط كما ذكرت مشاركة فعالة له خلال بداية شوط المباراة الاول، نتمنى ان تستمر، نتمنى ايضا ان يستمر هذا التشجيع الكبير للجمهور الكبير المشارك في مباراة اليوم. اوزاكي حارس المرمى يلعب ضربة المرمى عالية تصل الى تاكاهارا ومحاولة يابانية لكن مقطوعة ايضا من احمد خليل. خميس العويران، خميس ما تزال كرة مع خميس يحاول تخلص الكرة، يخلصها بكرة امامية لسامي الجابر لاعب سريع. سامي محاولة بين سامي وبين تناكا وتعادل حارس المرمى اوزاكي الذي يعيدها الى تناكا مرة اخرى. كرة امامية في المنتصف لكن مقطوعة هلالية، سيطرة هلالية على منتصف الملعب وكرات مقطوعة من الفريق الياباني يستغلها الهلاليون جيدا. وكرة امامية الى محمد شلوب، شلوب رائعة الى نواف التمياط، نواف التمياط ملعوبة لسيجو لنواف ولكن طالت على نواف التمياط وتعود هجمة يابانية محاولة من الناحية اليمنى وتمريرة الى كوغوتشي طويلة عليك يا كوغوتشي ويتركها تخرج الى خارج الملعب، رمية جانبية لصالح الهلال. محمد لطفي والشلهوب وتمر للشلهوب مره اخرى كره ملعوبه من نواف التمياط ومن الشلهوب، هجمه هلاليه محمد الشلهوب كره بالعرض الى سيرجيو، سيرجيو يحاول المرور بنفسه، سيرجيو يحاول التقدم ولكن كرته مقطوعه من فوكونيشا، فوكونيشا الياباني ملعوبه كره اماميه الى ناكاياما الان قلبي الهجوم تاكاهارا وناكاياما يعني يتبادل المراكز بشكل كبير ومتحركين بشكل كبير جدا ايضا لصالح الفريق الياباني. ملعوبة يامانيشي وأمامية الكرة ولكن بين أحضان حارس المرمى محمد الدعية وكرة أمامية من الدعية إلى سامي الجابر مقطوعة من تناكا والذي طبعا يراقب سامي الجابر محاولة لتعطيل إحدى القوى الكبيرة الهجومية لصالح فريق نادي الهلال. كرة أمامية يابانية مع محمد لطف ومعها ناكاياما، محمد لطف كرة عالية ما تزال كرة في منطقة خطرة بالنسبة للهلال، محاولة من ناكاياما لكن محمد الشلهوب يبعدها أمامية إلى سيرجيو الآن، سيرجيو يحاول التقدم نواف التمياط طبعا يتلقى العلاج خارج أرض الملعب بعد أن أصيب في إحدى الكرات الآن وسيعود إلى أرض الملعب يطلب من حكم اللقاء العودة إلى أرض الملعب ويعود مع هذه الكرة الملعوبة الآن إلى عمر الغامدي، عمر يسدد من بعيد، عمر لو مشيت بها شوية لكن يسدد وجيدة من عمر الغامدي وإلى خارج أرض الملعب ضربة مرمى لصالح جابريو الياباني. اوزاكي حارس المرمى الياباني مع ضربة المرمى. مقطوعة الكرة من عبد الله الشريدة أمامية ناحية سيرجيو. لكن أيضا مقطوعة من سوزوكي. ملعوبة من خميس العويران للناحية اليسرى إلى الشلهوب، الشلهوب يرفع كرة عالية بين تناكا وبين سامي الجابر. يلعبها تناكا إلى يمانيشي لكن أيضا الحكم يشير إلى وجود خطأ لصالح فريق نادي جابريو الياباني ويحذر سامي الجابر حكم اللقاء الماليزي سيلا رجان. فوجيتا كرة في المنتصف للفريق الياباني ملعوبة من كوغوتشي ولكن أمامية تصل إلى محمد الدعية. المدرب المقدوني السيد جيوكيكا هاديزيبسكي أجرى تغييرين في صفوف فريقه سنقولهم عقب هذه الهجمة إن شاء الله ملعوبة من نواف التمياط ولكن مقطوعة من نواف وخطأ خطأ على هاتوري، هذا هاتوري لم يكن يلعب في المباراة السابقة لا هو ولا
فوكونيتشا وكان خارج التشكيل نتيجة لإيقافهم ببطاقتين صفراوين منذ الأدوار التمهيدية. وأعادهم المقدوني جيوكيكا في هذا اللقاء بدلا من إيهارا وميورا ويدخل بهم تشكيلة مباراة اليوم. وهنا خطأ لصالح الهلال وضربة حرة مباشرة تبدو أبعد من الكرة التي أحرز منها سيرجيو هدف الهلال الأول، ولكنها في مواجهة مرمى جابريو الياباني مع التسديد من سيكون سامي الجابر. سامي سدد تصطدم في الحائط وتخرج الكرة، فعلا تخرج الكرة إلى خارج أرض الملعب، إلى خارج أرض الملعب. ضربة ركنية، الضربة الركنية الرابعة للهلال في شوط المباراة الأول خلال ربع ساعة مضت من زمن شوط المباراة الأول، والهلال متقدم بهدف مقابل لا شيء. ملعوبة ضربة ركنية قصيرة ناحية أحمد الدوخي، أحمد الدوخي يرفع كرة عالية ولكن تمر فوق العارضة اليابانية إلى خارج أرض الملعب. ضربة مرمى لصالح جابريو الياباني. يعتمد كثيرا مدرب فريق جابريو الياباني على ناكاياما وعلى أوكو وعلى كوغوتشي وعلى فوجيتا كلاعبين أصحاب خبرة وأصحاب مجهود كبير في الملعب، ولا شك أيضا أنه افتقد خدمات نانامي الذي احترف في فريق فينيسيا الإيطالي قبل هذه البطولة، وأيضا طبعا يشارك زميله ناكاتا الياباني المعروف والذي يشارك في الدوري الإيطالي. كرة ملعوبة الآن لفريق جابريو الياباني وخطأ لصالح جابريو مع التنفيذ أوكو دايسوكو. أوكو يلعبها خلفية إلى سوزوكي للناحية اليمنى إلى الظهير الأيمن ناحية هاتوري. هاتوري كرة في المنتصف ونقلات يابانية سريعة ملعوبة إلى تاكاهارا، محاولة التسديد ولكن أيضا مقطوعة، وتمر محاولة هجمة للفريق الياباني ولكن أيضا إلى مصدر الإطمئنان محمد الدعيع. وملعوبة الآن كرة سريعة تصل إلى محمد الشلوب، الشلوب يمر إلى سامي لكن مقطوعة قبل وصوله إلى سامي الجابر. وتناكا الآن كرة يابانية خلفية إلى فوكونيتشا. فوكونيتشا كما ذكرت لم يكن يشارك في اللقاء السابق. فصل محاولة من سوزوكي الآن الظهير الأيمن إلى هاتوري أيضا الذي لم يكن مشاركا في اللقاء السابق إلى سوزوكي. محاولات بناء الهجمة للفريق الياباني، محاولات ترتيب الأوراق للفريق الياباني وإقفال منطقة بشكل جيد من لاعبي فريق نادي الهلال. تمركز جيد، وهذا خميس العويران يرجع كرة إلى أحمد خليل، أحمد خليل إلى نواف التمياط. نواف يلعب كرة إلى سامي الجابر من الناحية اليسرى ولكن سامي الكرة تطول عليه وتخرج إلى خارج أرض الملعب، رمية جانبية لصالح فريق جابريو الياباني. طبعا حصل فريق بيروتسي الإيراني على المركز الثالث في هذه المسابقة بعد أن فاز بهدف مقابل لا شيء على سامسونج. هذه هجمة يابانية ومحاولة أمام المرمى وكرة بالعرض وهدف التعادل، هدف التعادل الياباني، هدف التعادل الياباني. ناكاياما، ناكاياما في الدقيقة 18 يحرز هدف التعادل، يحرز هدف التعادل لصالح فريق جابريو الياباني. كرة كانت ملعوبة خطيرة بين قلبي دفاع فريق نادي الهلال من الناحية اليسرى ومرت إلى ناكاياما ويحرز ناكاياما هدف التعادل في الدقيقة 7. هذه عادة مرة أخرى وجيدة كانت بين المدافعين ورغم محاولة المشاركة من محمد لطف ولكن الكرة سجلت في المرمى وأحرز الهدف الأول لصالح فريق جابريو الياباني وهدف التعادل. إذا تصبح النتيجة مع دقيقة 18 هدف لكلا الفريقين. هدف للهلال أحرزه سيرجيو في الدقيقة 3 من زمن شوط المباراة الأول، وهدف لجابريو أحرزه ناكاياما في الدقيقة 18. وكل هذه الأحداث في شوط المباراة الأول. وعبد الله شريد يلعب كرة أمامية إلى سيرجيو، مقطوع الكرة وتصل للناحية اليسرى ناحية كوغوتشي. بداية هجمة يابانية من الناحية اليسرى، من الناحية اليمنى عفوا، تصل إلى ناكاياما صاحب الهدف. ناكاياما يمر كرة أمامية ولكن مقطوعة أيضا من أحمد الدوخي، محاولة من عمر الغامدي وكرة يابانية أمامية ومقطوعة خلفية ومحاولة تسديد والهدف الثاني، الهدف الثاني تاكاهارا،
تاكاهارا المرة دي يحرز الهدف الثاني وهدفين سريعين في الدقيقة 18 وفي الدقيقة 19. تاكاهارا يحرز الهدف الثاني لصالح فريق جابريو الياباني. واستغلال الارتباك خط دفاع فريق نادي الهلال. والجالية اليابانية وعدد من الصحفيين متواجدون هنا في استاد الملك فهد الدولي. وهدف ثاني هذه عادة مرة أخرى، وفعلا استغلال كان هذه عادة مرة أخرى، كانت كرة أمامية إلى ناكاياما ومقطوعة من عبد الله الشريدة، وتاكاهارا يسجل في المرمى الهلالي على يسار عبد الله الشريدة ويحرز الهدف الثاني لصالح فريق جابريو الياباني. إذا جابريو الياباني في دقيقتين يقلب النتيجة وما زال وقت مبكر للهلال. ولكن يجب إعادة تنظيم وترتيب الأوراق الهلالية خاصة في خط الدفاع. يستغل الفريق الياباني فعلا سرعة مهاجميه وتبادلهم للمراكز، وأيضا التمرير الجيد من كوغوتشي ومن فوجيتا، وهذه الفرحة اليابانية طبعا على مدرب الفريق والاحتياطي. أحمد خليل مع كرة هلالية أمامية ملعوبة ناحية عمر الغامدي لكن مقطوعة وترتد هجمة يابانية. نواف التمياط تعيدها إلى حارس مرمى محمد الدعيع. الدعيع يستلم الكرة بكل هدوء. ويوردينيسكو يوجه نواف التمياط للتقدم. طبعا نواف كان عاد في الكرة السابقة لمشاركة مع، وهذا يوردينيسكو، هذا يوردينيسكو فعلا كان منفعل جدا مع الكرة السابقة. وهذه محاولة الآن يابانية إلى كوغوتشي، كوغوتشي من الناحية اليمنى ولكن كرة خرجت إلى خارج أرض الملعب. رمية جانبية لصالح الهلال. ملعوبة الرمية الجانبية تصل إلى محمد الشلهوب الآن. محاولة لعب الكرة خلفية لكن كرة أيضا تخرج إلى خارج أرض الملعب. رمية جانبية لجابريو الياباني المتقدم وحتى الدقيقة 21 بهدفين مقابل هدف واحد للهلال. ملعوبة الكرة من فوجيتا تصل من تاكاهارا ولكن مقطوعة لصالح الهلال من محمد لطفي. الآن محمد لطفي يلعب كرة أمامية إلى سيرجيو ولا سامي جابر، سامي جابر، سامي جابر يحطها في المرمى. هجمة مرتدة خطيرة كانت لصالح الهلال إلى سامي الجابر، وحاول سامي استغلال تقدم حارس المرمى الياباني وزاكي ولكن كرته أخطأت المرمى وعبرت العارضة اليابانية إلى خارج أرض الملعب. مباراة شيقة الحقيقة خلال شوطها الأول، وهذه محاولة سامي الجابر الذكية جدا ولكن الكرة لم تكن بالإتقان المطلوب وخرجت إلى خارج أرض الملعب. ضربة مرمى لصالح جابريو الياباني. ملعوبة الآن سيرجيو، مقطوعة من سيرجيو إلى خارج أرض الملعب. رمية جانبية لصالح جابريو، لصالح الهلال على جابريو الياباني. طبعا أحد لاعبي جابريو هو الذي أخرج الكرة. محمد لطف ملعوب الرمية الجانبية إلى محمد الشلهوب، ورمية جانبية أخرى هلالية ملعوبة من لطف إلى نواف التمياط. نواف أيضا يعيدها إلى حارس مرمى محمد الدعية. محاولات بداية الهجمة الهلالية من قلبي الدفاع وحارس المرمى وجميع لاعبي الفريق الياباني في منطقة ملعبهم، وهم المعروفون طبعا بالسرعة وبالارتداد السريع إلى الهجوم للفريق أو على الفريق المقابل. ملعوبة الكرة إلى محمد الشلهوب، كرة من الناحية اليسرى محمد الشلهوب يحاول بهجمة هلالية مقطوعة منه تصل إلى محمد لطفي. الآن لطفي يلعب كرة بالعرض إلى أحمد الدوخي، أحمد الدوخي إلى عمر الغامدي، إلى أحمد الدوخي مرة أخرى طويلة على أحمد ويمر بها المدافع الياباني، وتصل كرة من أوكو. الآن أوكو يحاول التمرير أيضا كرة أمامية لكن تدخل من خميس العويران. خميس كرة في المنتصف أيضا مقطوعة من ناكاياما. تصل محاولة الآن من تاناكا خلفية ناحية فوكونيشا إلى هاتوري لاعب المحور الياباني. ملعوبة من الناحية اليسرى الآن إلى تاناكا، من تاناكا تمرر خلفية مرة أخرى إلى تاناكا. يحاول لعب الكرة إلى اللاعب الإيراني كوغوتشي ولكن مقطوع الكرة الآن محمد الشلهوب، ويتحصل محمد الشلهوب على خطأ. لاعب سريع محمد الشلهوب، وبدأ الجمهور الآن يعود للتشجيع مرة أخرى. ما يزال وقت مبكرا وهذا هو المطلوب من جمهور الحاضر مباراة اليوم،
زيادة الحماس وزيادة التشجيع يعطي دفعة كبيرة للفريق. تصل الكرة إلى سامي الجابر الآن وخطأ. خطأ لصالح سامي الجابر. خطأ على سوزوكي. خطأ على سوزوكي ويحاول مناقشة حكم اللقاء وابتسامات متبادلة بين اليابانيين وبين حكم اللقاء الماليزي. عموما خطأ لصالح الهلال. مع التنفيذ يبدو نواف التمياط أو محمد لطف. وكرة ملعوبة من نواف الآن. كرة داخل منطقة الجزاء ولكن مرت من أمام أحمد خليل أيضا. مرت من أمام أحمد خليل ووصلت إلى أوزاكي حارس المرمى الياباني. كرة مقطوعة من محمد لطف. تصل إلى هاتوري. هاتوري مرة أخرى. كرة ملعوبة ناحية فوجيتا. كرة في المنتصف مقطوعة من عمر الغامدي إلى سيرجيو. سيرجيو حاول المرور من المدافعين اليابانيين. سيرجيو حاول التقدم لكن منطقة الجزاء. كرة سيرجيو داخل منطقة الجزاء ويحاول المرور لكن أيضا مقطوعة من الدفاع. والحكم قريب كان. وكرة كانت أمامية ناحية سيرجيو وحاول وأدى فيها مجهود جيد ومر من ثلاث لاعبين ولكن كرته لم يحتسب مع حكم اللقاء شيء. وتصل الكرة إلى تاكاهارا الآن. محاولة من ناحية اليمنى ومحاولة أرضية كانت خطيرة على مرمى محمد الدعيع ولكن ناكاياما كان بعيدا أيضا عن الكرة ومحمد الدعيع يلتقط هذه الكرة. محمد لطف. كرة أمامية إلى نواف التمياط. تخرج الكرة من الفريق الياباني إلى رمية جانبية لصالح الهلال. كرات هلالية خلفية تصل الآن من أحمد خليل. أحمد يتقدم. ملعوبة ناحية أحمد الدوخي إلى عمر الغامدي وكرة تخرج من عمر الغامدي إلى خارج أرض الملعب. رمية جانبية لصالح جابريو الياباني. أيضا هناك لا شك تواجد تاكاهارا وناكاما وتبادلهم المراكز يحد قليلا من تواجد أحمد الدوخي مع الهجمات الهلالية وهو منطلق الهجمات الهلالية من الناحية اليمنى ولكن أيضا يقدم عمر الغامدي مجهود جيد خلال ما مضى من زمن شوط المباراة الأول وهو 27 دقيقة والنتيجة هدفين لجابريو الياباني وهدف للهلال. ملعوبة الكرة يتركها الغامدي وكرة عالية محاولة من سيرجيو لكن تصل الشلوب. الشلوب يسدد وتصطدم في الدفاع وتخرج الكرة إلى خارج أرض الملعب. رمية جانبية كانت كرة ملعوبة من أحمد الدوخي ومرت الكرة من رأس سيرجيو وسددت من محمد الشلهوب ولكن الكرة إلى رمية جانبية. ملعوبة الآن من محمد لطف مبعدة تصل إلى أحمد الدوخي. أحمد يشارك أحمد الدوخي في الهجمة الهلالية ومحاولة من الناحية اليمنى مع تناكا والكرة إلى رمية جانبية لصالح جابريو الياباني. ملعوبة الكرة من فوكونيتشا ومحاولات سيطرة هلالية خاصة بعد الدقيقة 19 التي أحرز فيها فريق جابريو هدفه الثاني. وكرة ملعوبة عرضية ومحاولتين رأسية من سامي الجابر ومن سيرجيو ولكن الكرة تمر من اللاعبين وتخرج إلى خارج أرض الملعب. ضربة مرمى لصالح جابريو الياباني. هذه عادة الكرة مرة أخرى وضربة مرمى يابانية. 16 فريق في الدوري الياباني وجابريو هو المتصدر حتى الآن وجاء ليلعب هذه البطولة الآسيوية بينما الهلال طبعا هو بطل كأس الأمير فيصل بن فهد يرحمه الله وهو بطل أيضا كأس المؤسس يرحمه الله في هذا الموسم وبالإضافة لأنه تأهل إلى نهائي كأس ولي العهد القادم إن شاء الله. ملعوبة الكرة تصل للناحية اليمنى ومحاولة من سوزوكي للتقدم للهجوم الياباني. محاولة سوزوكي. سوزوكي مر الكرة داخل منطقة الجزاء. كرة خطيرة وبالعرض ولكن أيضا تتخلص من خميس العويران ومشاركة فعالة من خميس العويران في الدفاع والكرة إلى ضربة ركنية. أول ضربة ركنية للفريق الياباني خلال شوط المباراة الأول مع الدقيقة 28 من زمن شوط المباراة الأول. مع الضربة الركنية فوجيتا ما تزال كرة محاولة لعب الضربة الركنية ملعوبة كرة ومحمد الدعيع يلتقطها بتوقيت سليم أيضا ويلعب كرة أمامية لسامي الجابر.
والحكم يشير إلى وجود خطأ لصالح فريق نادي الهلال. خطأ لصالح الهلال. ملعوب الكرة من محمد الدعية ناحية عبد الله الشريدة إلى أحمد خليل. أحمد بكرة أمامية ناحية عمر الغامدي لكن مقطوعة لصالح الفريق الياباني وإلى خارج أرض الملعب. ولكن أيضا يشير محمد الموسوي العماني الحكم المساعد الثاني إلى وجود تسلل على سامي الجابر لصالح الفريق الياباني. وطبعا محاولات الاستفادة من الوقت للفريق الياباني، محاولات الاستفادة جاءت مبكرا جدا للفريق الياباني. طبعا يحاول أن يستغل تقدمه بهدفين مقابل شيء. ملعوبة الكرة اليابانية، كرة داخل منطقة الجزاء لكن تبعد أيضا وتخرج إلى خارج أرض الملعب. ضربة ركنية، الضربة الركنية الثانية لجابري وخلال شوط المباراة الأول. فوجيتا مع التنفيذ ينفذها، كرة قصيرة تصل، محاولة يابانية أيضا، كرة بعرض الملعب لكن بعيدة وعالية عن منطقة الجزاء. أيضا تصل إلى ياماناشي وإلى خارج أرض الملعب. رمية جانبية لجابريو الياباني. ملعوب الرمية الجانبية تبدو طويلة داخل منطقة الجزاء للفريق الياباني. ملعوبة داخل منطقة الجزاء فعلا، كرة طويلة ومحاولة رأسية وتصل إلى ناكاياما، محاولة تسديد ولكن تبعد أيضا من دفاع الهلال. يجب إبعاد الكرات أول بأول، خاصة مثل هذه الكرات الخطيرة على المرمى الهلالي. عمر الغامدي يشارك في هجمة يابانية كانت مقطوعة تصل إلى تناكا. وأمامية الكرة ناحية تاكاهارا لكن أيضا مقطوعة تصل لمحمد الشلهوب، من أبرز لاعبي فريق الهلال في مباراة اليوم محمد الشلهوب، ما شاء الله عليه وإن شاء الله يستمر هو وزملائه في تقديم عرض يليق بنجوم الكرة السعودية. كرة أمامية ملعوبة تصل الشلهوب مرة أخرى، الشلهوب طالع مع محمد لطف فعلا يلعبها للناحية اليسرى لكن تصل إلى سامي الجابر الآن من الناحية اليسرى. سامي يحاول من الناحية اليسرى مع سوزوكي يعيق سامي الجابر، وخطأ لصالح الهلال، خطأ لصالح الهلال في مكان جيد أيضا مع تقدم عبد الله الشريدة كما أشاهد الآن. الاحتياطي الهلالي والاحتياطي الياباني في هدوء، لا يوجد أحد يقوم بعمليات الإحماء. وهناك خطأ لصالح فريق نادي الهلال مع نواف الطمياط، الخطأ يتنفذ من نواف، كرة عالية مباشرة في المرمى ولكن أيضا تبعد من أوزاكي، تصل إلى محمد لطف، لطف يلعبها إلى خميس العويران، خميس يلعب كرة أمامية للناحية اليسرى إلى سامي الجابر. سامي يحاول في كرة، يتحصل على الكرة سامي الجابر يحاول الحصول عليها أيضا ولكن سوزوكي يتركها تخرج إلى خارج أرض الملعب. ضربة مرمى لصالح جابريو الياباني. الهلال تأهل إلى هذه النهائيات بعد أن لعب في الدور نصف النهائي، طبعا هذا هو الدور نصف النهائي، والنهائي لعب في الدور الأول، فاز على السد القطري بهدف مقابل شيء ذهابا وهدفين مقابل هدف واحد إيابا، ثم لعب في مجموعة غرب آسيا وفاز على الشرطة العراقي بهدف مقابل لا شيء، وتعادل مع بيروزي بدون أهداف، وفاز على أرتش الكازاخستاني بهدفين مقابل لا شيء، ومن ثم تأهل لنصف النهائي وفاز على سامسونج بهدف مقابل لا شيء، وتأهل لهذا النهائي الكبير الذي يجمعه بحامل اللقب جابريو الياباني، والذي أيضا تخطى عقبة روسي الإيراني بهدفين مقابل لا شيء. تصل الكرة الآن من كوغوتي داخل منطقة الجزاء، ومحاولة يابانية لكن مقطوعة، وكرة على القوس تسديدة إلى خارج أرض الملعب، إلى خارج أرض الملعب. ما يزال الارتباك واضح في خط الدفاع الهلالي، ما يزال الارتباك واضح في خط الدفاع الهلالي، خاصة وقت الهجمة اليابانية ولسرعة اليابانيين. طبعا تكون هناك ثغرات مثل هذه الكرة، كرة واحد يعني لاعب ياباني على القوس ويستطيع التسديد، ولكن كرة خرجت إلى خارج أرض الملعب، ضربة مرمى صالح الهلال. ندخل على الدقيقة 34 من زمن شوط المباراة الأول، هدفين لجابريو الياباني وهدف للهلال. كرة أمامية يابانية ملعوبة الآن من تاكاهارا، مقطوعة من خميس العويران إلى أحمد الدوخي، أحمد أمامية إلى عمر الغامدي، وعمر الغامدي يتحصل على خطأ لصالح الهلال. منفذة تصل ناحية عمر الغامدي،
عمر يلعب كرة إلى سيرجيو. سيرجيو حاول بتمريرة أمامية ناحية سامي الجابر، وسامي الجابر يتحصل على خطأ أيضا، يتحصل على خطأ وخشونة تبدو في الدفاع الياباني للحد من خطورة سامي الجابر وسيرجيو. وإن كان أغلب الأخطاء نشاهدها لصالح سامي الجابر، شاهدنا هناك خطأين كانوا أيضا لنواف التمياط. وهذا يوسف التنيان اللاعب المخضرم والمتواجد في أو مع بدلاء فريق نادي الهلال، ولا شك أنه أحد الأوراق الرابحة التي يحتفظ بها يوردنسكو المدرب الهلالي حتى إشعار آخر. خطأ لصالح الهلال. الشلهوب وسامي الجابر مع التسديد. سامي ينفذ كرة داخل منطقة الجزاء، كرة عالية ولكن تصل إلى أوزاكي حارس المرمى، ويلعبها أمامية ناحية تاكاهارا. تاكاهارا مع الشلهوب ومع يامانيشي. يامانيشي مر إلى تاكاهارا مرة أخرى، تاكاهارا يحول دفة اللعب إلى كوغوتشي من الناحية اليمنى، ولا يتمكن كوغوتشي من اللحاق بالكرة وتخرج إلى رمية جانبية لصالح الهلال، ملعوبة من محمد لطف الآن. لطف إلى عمر الغامدي. عمر طبعا تبادل المراكز هو ومحمد الشلهوب نتيجة لتغطية محمد الشلهوب الهجمة من الناحية اليمنى، وهذا المطلوب، لا مركزية مطلوبة طبعا من لاعبي فريق نادي الهلال. ملعوبة كرة أمامية الآن من محمد لطف إلى سامي الجابر. سامي تمر الكرة الآن وكرة داخل منطقة الجزاء، كرة لليد داخل منطقة الجزاء، سامي الجابر إلى خارج أرض الملعب. كرة كانت أقوى من اللزوم بين سامي وبين سيرجيو وإلى خارج أرض الملعب. ضربة مرمى لجابريو الياباني. طبعا في العام الماضي حقق جابريو بطولة الأندية الآسيوية 18 لأندية أبطال الدوري، وفاز الاتحاد ببطولة الأندية الآسيوية للأندية أبطال الكؤوس، والتقيا على كأس السوبر الآسيوية، وكان الهلال قد خسر في اليابان بهدف، او الاتحاد خسر في اليابان بهدف مقابل لا شيء، وفاز في جده بهدفين مقابل هدف واحد، ولم يكن ذلك كافيا ليفوز جابريو بفارق الاهداف بكاس السوبر الاسيويه. فاذا ما كان هناك بطوله انديه العالم للعام القادم سيشارك فيها جابريو. تصل الكره الهلاليه الان من سامي الجابر، وكره عرضيه وتمر من حارس المرمى اوزاكي، تمر من اوزاكي ايضا. ما تزال الكره اليابانيه تصل الى يامانيتشي. يامانيتشي أمامية إلى ناكاياما، وتخرج الكرة إلى خارج أرض الملعب، رمية جانبية لصالح الفريق الياباني. ملعوبة تصل إلى سامي الجابر. سامي الجابر وجوده في الأطراف لا شك يسكر خطورة أكبر للهلال. خميس العويران، خميس يمر الكرة إلى عمر الغامدي. عمر الغامدي يحاول المرور ويحاول تمرير الكرة لأحمد الدوخي، ولكن الكرة مقطوعة لصالح الفريق الياباني، تصل ناحية تاكاهارا، مقطوعة أيضا من أحمد الدوخي. أحمد الدوخي نبغى واحدة من انطلاقاتك يا أحمد، فعلا حاول من ناحية اليمنى ويرفع كرة بعرض الملعب لكن مقطوعة، تصل هلالية أيضا. الشلهوب، والشلهوب مقطوعة كرته وتتد هجمة صالح الفريق الياباني، لكن أحمد خليل يتدخل. ما تزال كرة حائرة، تصل يابانية الآن من الناحية اليمنى، ومحاولة التقدم من فوجيتا، وخطأ لصالح جابريو الياباني، خطأ لصالح جابريو الياباني. ويوردنسكو معصب معصب معصب، ولو جن الحكم الاحتياطي يطلب الهدوء من يوردنسكو. ما يعني يوردنسكو فعلا انا اتابعه هنا من اعلى نقطه في الملعب، كان فعلا يعني مثار اعصابه خلال الكره السابقه. لا شك طبعا فريقه متاخر بهدف، لكن ان شاء الله ما يزال الوقت مبكرا للحكم على بطل هذه البطوله. ومحمد الشلهوب يبدو في أرض الملعب. محمد لطف، محمد لطف في أرض الملعب. طبعا تم نقله بناقلة اللاعبين إلى خارج أرض الملعب ليتم العلاج، إن شاء الله يقوم بالسلامة محمد لطف. حكم اللقاء طبعا يشير إلى لاعب الخطأ للفريق الياباني، ملعوبة خلفية من هاتوري تصل إلى فوجيتا. فوجيتا أمامية ناحية تاكاهارا، تاكاهارا تصل الكرة مرة أخرى من ناكاياما، وتاكاهارا لاعب خطير، محاولة كرة على القوس للفريق الياباني لكن مقطوع أيضا، وما تزال كرة بين أربع لاعبين. يهو طلعوا الكرة، وتطلع الكرة أيضا تصل من هاتوري للناحية اليمنى، والمتواجد فيها ناكاياما في موقف تسلل بإشارة الدولي القطري علي الخليفي. 39 دقيقة من زمن شوط المباراة الأول، هدفين جابليو الياباني،
وهدف للهلال. في نهاية البطولة الأسيوية 19 للأندية أبطال الدوري، والتي يستضيفها طبعا نادي الهلال والاتحاد السعودي لكرة القدم. عمر الغامدي كرة أمامية لسامي الجابر، لكن مقطوعة من تناكا الذي يراقب سامي الجابر فعلا. تناكا متصل الكرة مرة أخرى، يمررها أمامية ناحية يامانيشي. يامانيشي يحاول من ناحية اليسرى مع أحمد الدوخي. يعود يامانيشي بالكرة وخلفية إلى تناكا، محاولة مرور وخطأ لصالح جابريو الياباني. خطأ لصالح جابريو الياباني. بعد المصابيح ومنصور الأحمد إداري فريق نادي الهلال، كانوا لاعبين سابقين في فريق نادي الهلال. فهد المصابيح أحد اللاعبين في العصر الذهبي لفريق نادي الهلال، وأيضا منصور الأحمد نتذكر أنه كان قائد لفريق نادي الهلال أيضا في وقت من الأوقات. فوجيتا مع التنفيذ ومع تاكاهارا أيضا. فوجيتا يسدد كرة مباشرة إلى المرمى، ولكن تخرج إلى خارج أرض الملعب وتمر إلى خارج أرض الملعب، ضربة مرمى لصالح الهلال. يوردينسكو خلال متابعتي له كمدرب عندما جاء ليشرف إشرافا فنيا على فريق نادي الهلال خلال هذا الموسم، مدرب يقوم بالتغيير على طول، يعني مدرب يقوم بالتغيير عند إحساسه بالتفكك في فريقه، أو إحساسه عندما يكون هناك يستوجب التغيير لفريقه. وأعتقد أن هذا ما سيقوم به يوردينسكو إذا ما استمر الحال حتى بداية شوط المباراة الأول، حتى بداية شوط المباراة الثانية يعني. طبعا احتياطي الهلال المتواجدون فيه محمد النزهان، علي قليتاني، يوسف الثنيان، عبد الله المطرف، ترك القحطاني، وصالح السلومي. وتبدو برقتي الهجوم بالنسبه له يوسف الثنيان كلاعب مخضرم ولاعب خبره، وعبد الله المطرف كلاعب صاحب مجهود ممتاز. عبد الله المطرف ولاعب متميز ايضا في فريق الهلال. احمد خليل يعيد الكره الى حارس مرمى محمد الدعيه. عبد الله الشريده، نلعب في الدقيقة 41 من زمن شوط المباراة الأول. عبد الله الشريدة يمر الكرة أمامية ناحية محمد الشلهوب، مقطوعة رأسية للفريق الياباني، ولكن تصل أيضا من سيرجيو الآن للشلهوب، الشلهوب إلى سيرجيو، سيرجيو حاول المرور مع فوجيتا، مقطوع الكرة من فوجيتا الآن. يمر الكرة فوجيتا ناحية كوغوتشي، كوغوتشي تخرج الكرة من إلى خارج أرض الملعب. إلى خارج أرض الملعب، رمية جانبية من عبر الرمية الجانبية سريعة من محمد لطف إلى محمد الشلهوب، الشلهوب إلى سيرجيو، مقطوعة من أمام سيرجيو، لكن تصل إلى نواف التمياط. نواف حول للناحية اليمنى، نواف حول للناحية اليمنى، نواف فعلا يحول ناحية أحمد الدوخي. أحمد يحاول انطلاق من الناحية اليمنى، أمامه يامانيتشي، أحمد وكرة تخرج من يامانيتشي، من يامانيتشي يا حكم يا رجل المساعد الأول. الكرة طبعا بإشارة محمد الموسوي خرجت إلى خارج أرض الملعب، رمية جانبية لصالح جابريو الياباني. تاكاهارا، تناكا، تصل الكرة إلى يامانيتشي، مقطوع الكرة صالح الهلال لكن تصل إلى ناكاياما، مقطوعة من أحمد خليل وخطأ لصالح الهلال. ملعوب الخطأ بسرعة، تصل من محمد الشلهوب الآن كرة، واحد لاعبي فريق الياباني في أرض الملعب، ملعوبة من محمد الشلهوب، الله يرحمه، إلى سيرجيو، سيرجيو كرة داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين، كانت الكرة سيرجيو يحاول المرور، يحاول المرور سيرجيو ويحاول أيضا، هاتوري يشترك مع سيرجيو في كرة، والكرة تخرج إلى خارج أرض الملعب، ضربة مرمى لصالح جابريو الياباني. ويحاول طبعا قائد فريق الهلال سامي الجابر مناقشة حكم اللقاء. هذه محاولة الآن، هذه عادة لكرة سيرجيو واشتراك هاتوري معه، والكرة ضربة مرمى لصالح جابريو الياباني. هناك أحد لاعبي الفريق الياباني أيضا في أرض الملعب، ويطلب حكم اللقاء ناقلة اللاعبين حتى يتم علاج اللاعب ونقله إلى خارج أرض الملعب. كل هذه طبعا محاولات لاستغلال الوقت ولإضاعة الوقت خلال هذا الشوط، شوط المباراة الأول والذي مضت منه إلى الآن 43 دقيقة كما تشاهدون. هدفين لجابريو، هدف للهلال. طبعا هذه المباريات، مباراة نصف النهائي والنهائي،
هي عبارة عن أربع مباريات. كانت الأولى في دور الأربعة ودور نصف النهائي، وكانت بين الهلال وسامسونج، وفاز في الهلال بهدف مقابل لا شيء. وكانت الثانية بين بيروتسي الإيراني وجابريو الياباني، وفاز فيها جابريو بهدفين مقابل لا شيء وتأهل للنهائي. وفاز بيروتسي بالمركز الثالث في مباراة سبقت هذا اللقاء بهدف مقابل لا شيء. محاولة من كوغوتشي، كوغوتشي يحاول من ناحية اليمنى ويعكس كرة بمجهود كبير كوغوتشي، ولكن مقطوعة من أحمد خليل بدون تركيز من أحمد خليل ومن محمد الشلهوب. تستمر الكرة لصالح الفريق الياباني من فوجيتا إلى كوغوتشي. هاتوري إلى تاكاهارا، خلفية الكرة تصل إلى سوزوكي، سوزوكي يحاول مع سيرجيو، مقطوع الكرة لصالح الهلال من نواف دمياط بالكعب، لكن أيضا مقطوعة تصل ناحية هاتوري، خلفية من هاتوري إلى تاناكا، إلى هاتوري مرة أخرى، حاولات أيضا سحب لاعبي فريق نادي الهلال، تصل الكرة إلى كوغوتشي، كوغوتشي مرة أمامية إلى ناكاياما، ناكاياما إلى كوغوتشي مرة أخرى، تحكم عجيب في الكرة من لاعبي فريق الياباني، تصل إلى ناكاياما، مقطوع الكرة وخطأ. خطأ لصالح جابريو الياباني، خطأ لصالح جابريو الياباني. تاكاهارا في أرض الملعب، ويشير الصيني لو جن إلى وجود ثلاث دقائق في الوقت بدل الضائع من زمن شوط المباراة الأول. الفريق الياباني متقدم بهدفين مقابل هدف واحد، وهنا خطأ، هنا خطأ، خطأ لصالح الهلال، وبطاقة بطاقة انذار واشتباك بين عدد من اللاعبين. وحكم اللقاء، حكم اللقاء يستدعي أحد اللاعبين فيما يبدو، طبعا هناك أحد أيضا لاعبي فريق الهلال في أرض الملعب، واعتراض كبير من لاعبي الفريق الياباني. طبعا كانت الكرة طبعا اشتراك من الخلف، وبالتالي حكم اللقاء أبرز البطاقة الصفراء. سنرى من اللاعبين كان في هذه الكرة، يبدو لي فوكونيتشا والقائد الهلالي والقائد الياباني. يتدخل بينهم حكم اللقاء، يقوم محمد لطف الحمد لله بالسلامة، وكرة أمامية تصل إلى سيرجيو، نلعب في الوقت بدل الضائع من زمن شوط المباراة الأول، وسيرجيو ولكن الحكم يكمل الكرة، تصل الكرة نواف التمياط، نواف يلعب كرة داخل منطقة الجزاء عالية، وسامي جابر يحاول المشاركة، وكرة تضيع، كرة من عمر الغامدي أيضا يشارك في هجمة هلالية كانت خطيرة فعلا على المرمى الياباني، ولكن حارس المرمى يستلمها محمد لطف أيضا بشكل جيد، يستلم الكرة يحاول المرور من أمام هاتوري، محمد لطف يلعب الكرة إلى محمد الشلهوب من الناحية اليسرى، الشلهوب يرفع كرة داخل منطقة الجزاء، يتركها تاناكا تخرج إلى خارج أرض الملعب، ضربة مرمى لصالح جابريو الياباني. هذه عاد الكرة، طبعا كانت مشاركة قوية، وفعلا فوكونيتشا تحصل على بطاقة إنذار صفراء، وكان خميس العويران طبعا هو اللاعب المصاب من الهلال. ضربة مرمى الآن لصالح جابريو الياباني، وضربة المرمى اليابانية تأخذ وقت أكثر من اللازم، وهذا ما يجب أن ينتبه له حكم اللقاء السيد سيلا راجان الماليزي. رمية جانبية هلالية مع أحمد الدوخي، ملعوبة الرمية الجانبية تصل إلى سامي الجابر الآن، وخطأ للهلال، ملعوبة الكرة تصل نواف تمياط، نواف يحاول التسديد باليسرى، ولكن الكرة تصل ضعيفة إلى حارس المرمى الياباني أوزاكي. ملعوبة الكرة من سوزوكي للناحية اليسرى، ولكن أيضا مقطوعة. ملعوبة الرمية الجانبية لصالح الهلال، ملعوبة من نواف تمياط إلى سيرجيو، سيرجيو يحاول في مواجهة مرمى سيرجيو، يمر الكرة نواف، يدخل المدافع، يدخل المدافع في الكرة الملعوبة كانت لصالح فريق نادي الهلال. ولكن أيضا مع هذه الكرة أيها المشاهدون الكرام، ومع هذه الهجمة وبشكل غريب، ينهي الحكم الماليزي السيد سيلا راجان
شوط المباراة الأول بتقدم فريق جابريو الياباني بهدفين مقابل هدف واحد الهلال. أحرز أول الهلال سيرجيو في الدقيقة الثالثة من ضربة حرة مباشرة، فيما أحرز ناكاياما هدف التعادل في الدقيقة 18، وأحرز ثم تاكاهارا في الدقيقة 19 هدف التقدم لصالح فريق جابريو. إلى أن نلقاكم في شوط المباراة الثاني مع تمنياتنا للهلال بالتوفيق وبهدوء أعصاب اللاعبين خلال شوط المباراة الثاني، نتيجة طبعا لانفعالهم للأحداث التي حصلت في شوط المباراة الأول، ومع تغيير أتمنى أن يكون مفيدا وفعالا لفريق نادي الهلال. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدي الكرام، نبيل نقشبندي يمطويع يحييكم مرة أخرى من استاد الملك فهد الدولي مع النقل والحي المباشر لوقائع شوط المباراة الثاني في لقاء نهائي البطولة الآسيوية الأندية أبطال الدوري 19 لكرة القدم، حيث كما تبعتم انتهى شوط المباراة الأول بتقدم فريق جابريو الياباني بهدفين مقابل هدف واحد للهلال. وهذه كرة ملعوبة للهلال الآن مع سيرجيو من الناحية اليمنى، محاولة هجوم هلالية مبكرة، ونتمنى أن تكون البداية المبكرة هلالية كما كانت في شوط المباراة الأول. سيرجيو يحاول المرور، تصل كرة إلى أحمد الدوخي، سنذكر لكم تشكيلة الفريقين بعد انتهاء هذه الهدمة إن شاء الله. أحمد الدوخي الآن يحاول من الناحية اليمنى، متزا كرة مع أحمد ويرفع كرة إلى خارج أرض الملعب، ضربة مرمى لصالح جابريو الياباني. هذه عادة لهدف سيرجيو، الهدف الأول الذي أحرز في الدقيقة الثالثة من زمن شوط المباراة الأول، وكان هدف التقدم للهلال، وهذا هو هدف التعادل الذي أحرزه ناكاياما، وهذا هو الهدف الثاني الذي أحرزه تاكاهارا، والهدفان جاءوا وراء بعض في الدقيقة 18 والدقيقة 19 من زمن شوط المباراة الأول. تشكيلة الهلال اليوم في حراس المرمى محمد الدعية، خط الدفاع محمد لطف عبد الله شريد احمد خليل احمد الدوخي، في الوسط الشلهوب محمد الشلهوب خميس العويران نواف التميط عمر الغامدي، وفي الهجوم سامي الجابر وسيرجيو، ولم يجري انجل يوردونسكو اي تغيير خلال بدايه شوط المباراه الثاني. هناك في خط الاحتياط هناك محمد النزان يا ليغاليتاني يوسف الثنيان عبد الله المطرف تركي القحطاني وصالح السلومي. الفريق الياباني جابريو الياباني يلعب له في حراسة المرمى أوزاكي، في خط الدفاع توشيري هاتوري وتاناكا وسوزوكي وفوكونيتشا، في خط الوسط ياماناتشي أوكو فوغيتا وكوغوتشي، وفي خط الهجوم تاكاهارا وناكاياما. والاحتياطي الياباني هناك اللاعب إيهارا وميورا وأوغامي وديمتري وشيميوزو وكانازوا ومايدا. كرة خلفية عند أحمد خليل قلب دفاع الهلالي، ونلعب مع بداية شوط المباراة الثاني وفي الدقيقة الثالثة من زمن شوط المباراة الثاني. هدفين لجابريو مقابل هدف الهلال، وهذه تمريرة إلى سامي الجابري يحاول بمهارة من الناحية اليسرى، المرور سامي الجابري يمر كرة داخل منطقة الجزاء، يحاول سامي متزا الكرة ويعكس كرة بالعرض نواف سيرجيو يسدد، لكن تصطدم في المدافعين، تصطدم في هاتوري المدافع الذي يلعب به المدرب المقدوني لفريق جابريو السيد جوكو جيوكيكا هازيفيسكي، يلعب بمباراة اليوم بدلا من إيهارا. وهناك ايضا فوكونيتشا يلعب بدلا من ميورا، اجرى تغييرين في تشكيلته المدرب المقدوني لفريق جابريو الياباني، وبدايه ان شاء الله مطمئنه لشوط المباراه الثاني، والجمهور ده المطلوب من 50,000 متفرج متواجدين في مباراه اليوم يساندوا ممثل الكره السعوديه فريق نادي الهلال في هذا النهائي. ولكن كره خطا لصالح فريق نادي الهلال الان لصالح سامي الجابر وعبد الرحمن العنيق مخرج مباراه اليوم، يعطي كأنه يعرف شعور الجميع هنا في الملعب، يتمنى طبعا مشاركة اللاعب الظهر أمام الشاشة كان يوسف تنين أو أحد البدلاء الهلاليين. ولكن كرة هلالية الآن دخل منطقة الجزاء، سامي يحاول المرور، متزا كرة هلالية وعكس كرة بالعرض، لكن مقطوعة من فوكونيتشا ومحاولة جيدة من سامي الجابر. تنتظر المساندة بتواجد سيرجيو وبتقدم نواف التمياط. سامي الجابر الآن كرة على طرف منطقة الجزاء، يحاول سامي يلعبها ناحية محمد لطف، لكن كرة مقطوعة للفريق الياباني من تاكاهارا. ناكاياما ملعوبة إلى الناحية اليمنى ناحية كوغوتشي، لكن معها عبد الله الشريدة يحاول المرور مع كوغوتشي، وخطأ لصالح عبد الله الشريدة، يشير الحكم المساعد الثاني هناك محمد الموسوي العماني، وطبعا الحكم المساعد الأول هو علي الخليفي حكم القطري، وحكم الساحة في مباراة اليوم هو سيلا رجان الحكم الماليزي الدولي، والحكم الاحتياطي السيد لوجن الحكم الصيني يراقب الحكام، السيد احمد جاسم البحريني ويراقب المباراه، السيد جانيش تابع من نيبال. خطا هنا لصالح الهلال،
طبعا هذه كره الخطا السابق اللي كان لعبد الله شريده، هنا خطا صار الهلال، الكره منفذ من محمد عثمان فدخلت الجزاء الى سامي لكن طولت على سامي وتركها بكل ذكاء ايضا هاتوري. هاتوري هذا اللاعب صاحب الشعر الاصفر هاتوري، وكانت كره حلوه 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 مر من محمد لطف، تفاعل معها الجمهور الحاضر في مباراه اليوم، ونتمنى ان يظل الجمهور داعما معنويا لل11 لاعب متواجدين في الملعب. استمرار التشجيع والمؤازرة لا شك أنها تؤثر أيضا على أعصاب الفريق الياباني. ملعوب الكرة تصل إلى محمد الشلهوب الآن من الناحية اليسرى، محمد الشلهوب مع كوغوتشي، كوغوتشي يحاول المرور ويمر فعلا حتى من محمد لطف، يحاول المساندة هناك خميس العويران، وحكم اللقاء يشير إلى وجود خطأ على الهلال، خطأ لصالح جابريو الياباني ولصالح تاكاهارا. تاكاهارا صاحب الهدف الثاني في مباراة اليوم إلى الآن. خطأ لصالح جابريو مع التنفيذ سوزوكي. سوزوكي يلعب كرة داخل منطقة الجزاء ولكن التقطها محمد الدعيع. محمد يلعب كرة أمامية ناحية الشلهوب. الشلهوب لاعب سريع ويرتد بالهجمة الهلالية الآن بتمريرة لكن أيضا مقطوعة من فوجيتا. وترتد هجمة لصالح فريق جابريو الياباني، فوجيتا كرة بعرض الملعب تمر من على خط الستيار من امام ناكاياما، ويحاول ناكاياما اللحاق بها فعلا يلحق بها ويمرها الى تاكاهارا داخل منطقه الجزاء، كره مع تاكاهارا يحاول التسديد مع احمد خليل، وكره ترتد الان هجوميه لصالح فريق الهلال من نواف التمياط الى سامي الجابر لنواف مره اخرى، نواف يحاول المرور، يمر نواف من تناكا وخطا، خطا حز، خطا لصالح فريق الهلال خطا، وحكم اللقاء يعني لم يكن موفقا في شوط المباراه الاول في الحزم في مثل هذه الكرات ومثل هذه الاشتراكات بين اللاعبين، لكن اتمنى ان يقدم حكم اللقاء مستوى افضل مما قدمه في شوط المباراه الاول. وكره ملعوبه تصل الى اوزاكي حارس المرمى الياباني. طبعا انا من الاخطاء ان ننتقد الحكام، ولكن ان نشاهد مثل هذه الكرات لا شك يجب علينا بعض التنبيه فيها. ملعوب الكرة إلى ناكاياما، وكرة عرضية تصل إلى أحمد الدوخي، وأحمد الدوخي يحاول المرور أيضا، ينطلق من جهة اليمنى المعهودة والمفضلة لدي أحمد الدوخي. ما تزال كرة مع أحمد، يمر كرة أمامية عالية ساقطة إلى سامي الجابر، ولكن تعود من سوزوكي رأسية إلى حارس المرمى الياباني أوزاكي. 7 دقائق من زمن شوط المباراة الثاني، هدفين جابريو، هدف للهلال. ملعوب الكرة ناحية يامانيتشي، وخلفية مقطوعة صالح الهلال الآن مع سيرجيو، سيرجيو يلعبها لنواف التمياط، نواف كرة على القفص، نواف شوت، خارج أرض الملعب، خارج أرض الملعب من يسار نواف التمياط، وتظهر نتائج هذه الكرة أيضا على وجه أنجل يوردونيسكو مدرب فريق الهلال. هذه عادة مرة أخرى وتسديدة كانت قوية ولكن مرت بجانب القائم الأيسر لحارس المرمى الياباني، ضربة مرمى لصالح جابريو الياباني. ضربة المرمى تاخذ وقت اطول من اللازم كما ذكرت منذ بداية شوط المباراة الثاني، منذ بداية شوط المباراة الاول حقيقة بعد التقدم من الفريق الياباني. ضربات المرمى والاخطاء تاخذ وقت كثير للتنفيذ. ملعوب الكرة الى نواف التمياط وخطأ، خطأ لنواف، خطأ لنواف. ملعوب الكرة للهلال الان تصل من خميس العويران للناحية اليسرى الى محمد الشلهوب، الشلهوب مع محمد لطف، لكن الشلهوب يحاول المرور بنفسه يطيح محمد، وترتد هجمة الان لجابريو الياباني. ملعوبة الى تاكاهارا، تاكاهارا وتقدم من احمد خليل في توقيت مناسب، كانت ممرة الكرة الى فوجيتا واحمد خليل. ملعوبة الكرة الان للناحية اليسرى ناحية محمد لطف، محمد لطف تقدم بكرة هلالية ملعوبة الى سامي الجابر، سامي الجابر يحاول بهجمة على قوس منطقة الجزاء وخطأ، خطأ لصالح الهلال، خطأ لصالح الهلال على هاتوري، على هاتوري في مواجهة مرمى الفريق الياباني جابريو. هذه عادة مرة أخرى، هذه الدفعة من فوكونيتشا، وخطأ لصالح الهلال، ضربة حرة مباشرة وحائط صد بشري من عدد من لاعبي فريق جابريو الياباني وجميع لاعبي جابريو الياباني في منطقة مرماهم. سيرجيو احرز الهدف الاول للهلال في الدقيقه الثالثه من زمن شوط المباراه الاول من كره مثل هذه، لكن سيرجيو الان يتركها لسامي، سامي يسدد وتصطدم، تصطدم في حائط الصد وتخرج الى ضربه ركنيه، ضربه ركنيه اولى للهلال خلال شوط المباراه الثاني. كانت خلال شوط المباراه الاول هناك 4 ضربات للهلال مقابل ضربه ركنيه واحده لصالح فريق جابريو الياباني. نلعب مع بدايه الدقيقه العاشره، والضربه الركنيه ملعوبه من سيرجيو الى القائم القريب، ولكن تصدم
من البعيد من سيرجيو اصطدمت في القائم الايسر لحارس المرمى الياباني اوزاكي وفرصه تضيع على الهلال. ملعوبه الى احمد الدوخي الان وخطا لصالح احمد الدوخي. شيربيل متواجد من الناحيه اليمنى والحكم المساعد الاول علي الخليفي. خطا في مكان جيد ومحاولات ضغط هلاليه خلال بدايه شوط المباراه الثاني. نتمنى مع تفاعل الجمهور الكبير وشكرا كلمه شكر فعلا لكل هؤلاء الناس والجمهور الذي حضر اللقاء اليوم. خطا الان للهلال مع التنفيذ محمد الشلهوب. محمد الشلهوب مع الكره حاصد من لاعبين اثنين وكره ملعوبه مباشره في المرمى ولكن سهله الى اوزاكي حارس المرمى لفريق جابريو الياباني. طبعا يشرف هذا اللقاء ويرعى هذا اللقاء صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعايه الشباب ورئيس الاتحادين العربي والسعودي لكره القدم ورئيس اللجنه الاولمبيه السعوديه وايضا صاحب السمو الملكي الامير نواف بن بسام بن فهد نائب الرئيس العام لرعايه الشباب. كره ملعوبه هلاليه لكن مقطوعه تصل الى خميس العويران. محاولات ضغط هلاليه مع الربع ساعه الاولى من زمن شوط المباراه الثاني لكن مقطوعه الان تصل الى تاكاهارا. تاكاهارا من الناحيه اليمنى. تاكاهارا يمرر كره اماميه الى كوكوتشي. كوكوتشي وقرا افكارهم احمد خليل قرا افكار تاكاهارا وكوكوتشي وانقض على الكره بين اللاعبين واخرجها الى خارج ارض الملعب. كره ملعوبه تصل للناحيه اليسرى الناحيه اليمنى ملعوبه الان من تاكاهارا. تاكاهارا يتمكن من الكره ويلعبها خلفيه تصل من كوكوتشي الى فوجيتا. فوجيتا يحاول اختراق المنتصف كره ملعوبه من فوجيتا كره داخل منطقه الجزاء لكن مبعده من عبد الله الشريده وملعوبه ناحيه نواف التميات. نواف التميات معانا محمد الشلهوب من ناحيه اليسرى. الشلهوب يرتد هجمه هلاليه وينقلها اماميه حلوه لسامي الجابر. سامي يكون داخل منطقه الجزاء ضربه ركنيه ويا سامي هدي شويه يا سامي هدي شويه. الحكم الماليزي ما عنده كره يشير فيها الماليزي الدولي سيلرجان الى وجود ضربه ركنيه وسامي الجابر. ركزت الحقيقه في شوط المباراه الاول انه لازم اللعيبه يهدوا من اعصابهم حتى ولو كان هناك بعض القرارات التي لا تكون بصالحهم. هذه عاده مره اخرى وهذه كره ومحاوله سامي الجابر كانت فيها الكثير من الشك. الان كره داخل منطقه الجزاء مع سامي الجابر كره محاوله لصالح الهلال وكره تمر من خط السته وتمر من المدافعين اليابانيين وتخرج الى خارج ارض الملعب. الى خارج ارض الملعب هجمه خطيره كانت للهلال. ملعوب الكره محاوله ايضا ولكن تخرج الى خارج ارض الملعب. الى خارج ارض الملعب هدوء ايضا. يعني انا اتابع من اعلى نقطة في الملعب هناك هدوء حتى في الاحتياط الهلالي. والجمهور يطالب بالثنيان. وهناك احد لاعبي فريق جابريو ياباني يقوم بعمليات الاحماء. ويردونيسكو ينتظر توجيهاته التي قالها للاعبين خلال شوط المباراة او خلال استراحة شوط المباراة الاول. ملعوبة الكرة. تصل للناحية اليسرى ناحية تناكا ومحاولة من يامانيشي كرة بعرض الملعب وكرة خطيرة لكن مبعدة أيضا من عمر الغامدي. تصل لنواف التميات. نواف التميات تمر كرة أمامية إلى سامي الجابر وسامي الجابر في موقف تسلل. سامي الجابر في موقف تسلل. ضربة حرة غير مباشرة مع تناكا. ملعوبة الكرة ناحية تاكاهارا لكن مقطوعة لصالح الفريق الياباني. ما تزال الكرة مع هاتوري للناحية اليسرى ناحية يامانيشي ومقطوعة من أحمد الدوخي. يحاول انطلاق من أحمد الدوخي وإعاقة وخطأ وإنذار. الإنذار الثاني في هذا اللقاء كان الإنذار الأول على تاكاشي فوكينيتشا المدافع الياباني والآن الإنذار الثاني ليامانيتشي تاكاهيرو يامانيتشي لاعب خط الوسط. محمد الشلهوب خميس العويران للشلهوب مره اخرى وملعوبه محاوله ناحيه محمد لطف لكن مقطوعه تصل للشلهوب لكن خلفيه الى ناكاياما يحاول مع عبد الله الشريده. عبد الله الشريده يعيد الكره الى محمد بتعيع وناكاياما. عبد الله يا
شريدة وخطأ كان في إعادة الكرة، كانت كرة قصيرة معادة من عبد الله شريدة إلى عمرو الدعيع، ونكاياما يستغل هذا الخطأ ويسدد، ولكن تسديدة تخطئ المرمى وتخرج إلى خارج أرض الملعب. ضربة مرمى، ضربة مرمى، كرة ملعوبة الآن، أيضا محاولة هلالية. أحمد خليل وكرة خلفية من تكهارا لنكاياما، نكاياما مع عبد الله شريدة، عبد الله المرادي، المرادي بكل ثقة أيضا يعيدها إلى حارس مرمى محمد الدعيع. وكما شاهدتم نحن مع انقضاء الربع ساعة الأولى من زمن شوط المباراة الثاني، هدفين للفريق الياباني جابيريو وهدف للهلال السعودي في نهائي البطولة على سوية 19 للأندية أبطال الدوري. ويوسف الثنيان يقوم بعملية الإحماء هو وترك القحطاني وعبد الله المطرف، أيضا ثلاثة لاعبين من لاعبي الهلال يقوموا بعملية الإحماء استعدادا للتغيير. كرة ملعوبة تصل إلى هاتوري، هاتوري عيدها خلفية، محاولة الآن من خميس العويران، مقطوعة من عمر الغامدي إلى محمد الشلهوب، طويلة على الشلهوب، تصل ناحية كوغوتشي، خلفية ناحية سوزوكي، سوزوكي أمامية إلى ناكاياما، لكن مقطوعة للهلال الآن تصل لمحمد لطف، لطف يحاول باليمنى، لعب الكرة إلى سامي الجابر من الناحية اليمنى ناحية الجناح الأيمن، ولكن مقطوعة تصل إلى أحمد الدوخي، يتركها تخرج إلى رمية جانبية لصالح الهلال. ملعوب الرمية الجانبية، تعود لأحمد الدوخي مرة أخرى من عمر الغامدي، وتمريرها إلى سامي الجابر الآن، وخطأ، خطأ لصالح الهلال على تناكا، تناكا والمدافع الذي طبعا يحاول مراقبة سامي الجابر أحد مفاتيح اللعب في فريق نادي الهلال، وخطأ لصالح الهلال الآن مع أحمد الدوخي. ملعوبة كرة أحمد عالية، عالية، وأيضا ينقض حارس المرمى أوزاكي على الكرة ويستلم الكرة. طبعا هذا اللقاء يجب أن يكون هناك فائز، إذا ما انتهى اللقاء بالتعادل سيكون هناك وقت إضافي مدة نصف ساعة على شوطين، ويحتسب في هذا الشوطين قاعدة الهدف الذهبي، وإذا لم تحسم هذه المباراة بالهدف الذهبي أو في الوقت الإضافي يتم اللجوء إلى ضربات الترجيح. ضربة ركنية لصالح جابريو الياباني، كانت كرة أمامية ممررة خطيرة إلى تاكاهارا، ولكن تدخل أيضا من أحمد خليل. نشاهد أيضا رادينيشكو اللاعب الروسي المحترف في صفوف فريق جابريو الياباني يقوم بالعملية الإحماء، وجميع الاحتياط الياباني أيضا يقومون بالإحماء. وكرة ملعوبة الآن من ضربة ركنية لجابريو، كرة إلى القائم القريب وملعوبة بالرأس، وتمر من محمد الدعيع وتمر أيضا من المهاجم الياباني ناكاياما، وتخرج إلى خارج أرض الملعب. ضربة مرمى لصالح الهلال. ضربة مرمى للهلال مع محمد الدعيع، ملعوبة أمامية، سامي الجابر بالرأس، جميلة إلى محمد الشلوب، الشلوب يحاول تمرير الكرة إلى سيرجيو، مقطوع الآن من تاناكا، الشلهوب أيضا يحاول، وركلة إلى خارج أرض الملعب، رمية جانبية لصالح جابريو. خطأ لصالح جابريو، خطأ، احتسبوا حكم اللقاء. كرة ملعوبة أمامية الآن ناحية ناكاياما، ناكاياما كرة داخل منطقة الجزاء، وكرة بالعرض إلى تاكاهارا لكن مقطوعة، تصل إلى يامانيتشي، يامانيتشي يحاول المرور، ما تزال كرة لصالح فريق جابريو ياباني، تاكاهارا يرفع كرة داخل منطقة الجزاء ولكن يلتقطها محمد الدعيع، ويرتد بهجمة الآن محمد الدعيع، وكرة ممررة إلى محمد الشلهوب اللاعب السريع، يرتد بهجمة على محمد الشلهوب، معانا في الطميات وأمامه هناك سامي الجابر، مر كرة سامي الجابر، كرة داخل منطقة الجزاء، هجمة على سامي يعكس كرة بالعرض، سيرجيو، لا 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 يا سيرجيو، لا يا سيرجيو، مو دي اللي تعدي، مو دي اللي تعدي، كرة حلوة 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 مصنوعة من سامي الجابر، وسيرجيو كرة تعدي منه داخل منطقة الجزاء، وفرصة ذهبية، فرصة ثمينة كانت للهلال. ملعوبة الآن تصل إلى خميس العويران، خميس إلى نواف التمياط، نواف يوزع للناحية اليمنى ناحية محمد، ناحية أحمد الدوخي، أحمد الدوخي يحاول الانطلاق من الناحية اليمنى، معايا مانيتشي، خلفية إلى عمر الغامدي، عمر إلى أحمد الدوخي مرة أخرى،
احمد الى نواف، نواف لاحمد مره اخرى، وهجمه هلاليه الان خطيره من الناحيه اليمنى. احمد يرفع كره بعض الملعب لكن تعود لاحمد مره اخرى. المره دي كويسه يا احمد، المره دي كويسه لكن تطلع الى ضربه ركنيه، ضربه ركنيه للهلال، ثالث ضربه ركنيه للهلال خلال شوط المباراه الثاني. هذه عادة كرة سامي الجابر العرضية، عرضية كانت رائعة إلى سيرجيو، وسيرجيو مرت منه الكرة وخرجت خارج منطقة الجزاء. ملعوبة ضربة ركنية عالية ومحاولة الآن تصل إلى سامي داخل منطقة الجزاء، ولكن مقطوعة من الدفاع، مقطوعة من الدفاع. خميس العويران وكشف تسلل، محاولة كشف تسلل من الفريق الياباني، وملعوبة بالخطأ من خميس العويران، ومحاولة من ناكاياما إلى الناحية اليسرى الآن تصل ناكاياما الكرة، وكرة خطيرة لصالح ناكاياما. ناكاياما يحاول المرور مع أحمد الدوخي وعد مدافعو فريق نادي الهلال، وتصل الكرة إلى أوكو، أوكو لاعب المنتخب الياباني أيضا. أوكو أربع لاعبين من الفريق الياباني في من فريق جابلو الياباني ضمن المنتخب الياباني. تصل الكرة من محمد الشلوب الآن أمامية إلى سامي الجابر، سامي يلعبها إلى سيرجيو ولكن تصل إلى محمد لطف، لطف إلى سيرجيو، سيرجيو يحاول المرور، وكرة للهلال، كرة للهلال الآن دقيقة 21 من زمن شوط المباراة الثاني. هدفين لجابيليو مقابل مقابل هدف للهلال، وكرة إلى ضربة مرمى يشير بها حكم اللقاء، ضربة مرمى لصالح جابيليو الياباني. واحد لاعبي الفريق الياباني في أرض الملعب، حاول تعطيل اللعب، وهنا يوسف الكنيان يستعد للنزول، لاعب المخضرم واللاعب الخبير، ويتجه حكم اللقاء لإنذار أوزاكي فعلا، بطاقة صفراء وإنذار على أوزاكي، زودها أوزاكي شوية مما حدا بحكم اللقاء السيد سيلا رجان من ماليزيا بإشهار البطاقة الصفراء وإنذار. ثلاث إنذارات في هذا اللقاء وكلها للاعبي جابيريو الياباني. ملعوب الكرة يامانيتشي، يامانيتشي من الناحية اليسرى مع أحمد الدوخي، يامانيتشي يرفع كرة عالية وإلى خارج أرض الملعب، ضربة مرمى لصالح الهلال. ملعوبة ضربة المرمى سريعة الآن من محمد الدعية إلى محمد لطف الناحية اليسرى، وتوجيهات يوردينيسكو إلى يوسف التنيان. ملعوبة كرة أمامية إلى عمر الغامدي لكن مقطوعة من فوجيتا، فوجيتا ناحية يامانيتشي، يامانيتشي الى ناكاياما ولكن مقطوعه لصالح الهلال وخطا لصالح الهلال ايضا. ملعوبه الى نواف التميات، نواف يمر الى عمر الغامدي، عمر الغامدي يعيد الكره الى احمد الدوخي، ومحاولات سيطره هلاليه خلال شوط المباراه الثاني على مجريات اللعب، محاوله ادراك التعادل، وهذه كره ملعوبه يحاول هاتوري قطع كره نواف التميات. عبد الله الشديده، عبد الله الشديد يلعب كره اماميه الى سامي الجابر لكن ايضا مقطوعه من فوكونيتشي. ناكاياما الى تاكاهارا وخطا لصالح جابيريو الياباني، خطا لصالح جابيريو الياباني. هذا تاكاهارا اللاعب الخطير ايضا لاعب المنتخب الياباني. هذا يوسف الثنيان يستعد للنزول لكن كره يطلب حكم اللقاء ايقاف الكره حتى يتم التبديل، والتبديل الآن بخروج محمد الشلهوب ودخول يوسف ناصر التنيان مع الدقيقة 24 من زمن شوط المباراة الثاني، وأول تغيير في المباراة وهو لصالح فريق نادي الهلال بدخول يوسف التنيان وخروج محمد الشلهوب بعد أن أدى محمد الشلهوب مباراة متميزة مع فريق نادي الهلال. كرة ملعوبة ناحية تاكاهارا، كانت كرة خطأ لصالح فريق جابيريو الياباني، تصل الكرة إلى تاكاهارا داخل منطقة الجزاء، كرة من تاكاهارا بالعرض لكن أحمد خليل يخلص الكرة، تصل الكرة من عبد الله الشريد الآن إلى نواف، نواف إلى يوسف الثنيان، يوسف يمر الكرة إلى سيرجيو، سيرجيو وهجمة هلالية من الناحية اليسرى، سيرجيو ينقل الكرة للناحية اليمنى إلى نواف، نواف وتعود الكرة تصل إلى عمر الغامدي ولكن حكم اللقاء يشير إلى وجود خطأ لصالح فريق نادي الهلال، خطأ لصالح الهلال. هناك اشتراك بين اللاعبين، كان هاتوري ويامانيتشي مع نواف التميات، نواف التميات في ارض الملعب ان شاء الله يقوم بالسلامه. حكم اللقاء طبعا يطلب ناقله اللاعبين ليتم علاج اللاعبين خارج ارض الملعب، هناك احد لاعبي الفريق الياباني وهناك نواف التميات ان شاء الله يقوم بالسلامه.
ادي عاد الكره مره اخرى لاعبين لاعبين اللاعب يامانيتشي كما ذكرت وهاتوري واشتركوا والتحموا مع نواف الدمياط ونواف الدمياط ان شاء الله يقوم بالسلامه. الدقيقه 25 من زمن شوط المباراه الثاني، هدفين لجابريل الياباني وهدف للهلال. طبعا هذه هي المره الرابعه التي تقام فيها هذه البطوله، البطوله الاسيويه لانديه ابطال الدوري في ارض المملكه العربيه السعوديه، هناك اقيمت عام 85 في مدينه جده وفي استضافه النادي الاهلي، والتي حقق النادي الاهلي في تلك السنه وصافت هذه البطوله بعد ان خسر امام دايو الكوري بثلاث اهداف مقابل هدف واحد. وفي عام 86 في الرياض اقيمت ايضا باستضافه فريق نادي الهلال وخسر الهلال امام فوروكا والياباني الذي احرز هذه البطوله. ثم في الرياض استضاف فريق نادي النصر عام 95 وخسر النصر ايضا امام ايلهو تشوما الكوري الجنوبي. وها هي المره الرابعه التي تقام فيه هذه البطوله على ارض المملكه. خطا لصالح الهلال، ضربه حره مباشره مع التنفيذ سيرجيو وحائط صد بشري من أربعة لاعبين. سيرجيو حاول التسديد، يسدد سيرجيو، تصطدم في المدافعين وتخرج إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية رابعة، ضربة ركنية رابعة للهلال. ونواف التمياط الحمد لله يعود إلى أرض الملعب سليما معافى ويكمل إن شاء الله اللقاء مع زملاء في فريق نادي الهلال. وهذا اللقاء النهائي على بطولة الأندية الآسيوية الأندية أبطال الدوري التاسع عشر. ضربة ركنية هلالية مع سيرجيو أيضا، سيرجيو يلعب كرة مباشرة ولكن أيضا مبعدة من الدفاع، حاول يبعدها ايضا ناكاياما، تصل الى محمد لطف. جميع لاعبين الفريق الياباني في منطقه او في ملعبهم. يوسف الثنيان يعكس كره بالعرض، تمر كره الى سامي، سامي تحصل على كره على القوس سامي لكن مقطوعه للفريق الياباني. الان محاوله من فوجيتا، فوجيتا يمر كره للناحيه اليسرى واللاعب السريع هنا من الناحيه اليسرى يحاول كوغوتشي، كوغوتشي يرفع كره بعرض الملعب عاليه وبعيده عن منطقه الجزاء لكن التلقاها من المكان الاخر. هناك تصل الى ناكاياما بالعرض ومبعده، الله ستر، الله ستر في الكره كانت في الدقيقه 27 ونقلات يابانيه بعرض الملعب ووصلت كره من ناكاياما بالعرض وحاول التسديد ايضا تاكاهارا ولكن كره الى خارج ارض الملعب، ضربه مرمى لصالح الهلال. كره من هاتوري خلفيه تصل ناحيه كوغوتشي من الناحيه اليمنى بالعرض ومحاوله الان على قوس منطقه الجزاء لكن تبعد من خميس العويران وتصل الى محمد لطف. محمد لطف يلعب كره اماميه الى سيرجيو، سيرجيو الى يوسف التنيان، يوسف يوسف يمر الكرة إلى سيرجيو، سيرجيو يحاول المرور يلف حول نفسه سيرجيو مع لاعبين من لاعبي فريق الياباني وتخرج الكرة إلى رمية جانبية لصالح الهلال. ملعوب الكرة تصل إلى يوسف الثنيان الآن، كرة محاولة من ناحية اليسرى، يوسف الثنيان يعكس كرة بعرض الملعب عالية وتصطدم وتخرج إلى خارج أرض الملعب، ضربة ركنية خامسة للهلال خلال شوط المباراة الثاني. وهناك تغيير أيضا لفريق جابريو الياباني، تاكاهيرو يامانيتشي يخرج إلى خارج أرض الملعب ويدخل بدلا منه شيميزو. شيميزو طبعا لزيادة الضغط من الناحية اليسرى لصالح فريق نادي الهلال. اضطر المدرب المقدوني مدرب فريق جابيليو أن يعوض يامانيتشي اللاعب خط الوسط الأيسر باللاعب شيموزو. وهذه الضربه الركنيه كانت ملعوبه عاليه لكن مبعده من حارس المرمى اوزاكي، تصل الى احمد الدوخي ايضا، احمد يحاول من الناحيه اليسرى مع اللاعب البديل شيميزو والكره تخرج الى رميه جانبيه لصالح فريق نادي الهلال. ملعوبه الكره من احمد الدوخي داخل منطقه الجزاء الى سامي الجابر لكن مقطوع ايضا، تصل الى نواف التمياط، تحاول مرور نواف التمياط ويصطدم مع احمد الدوخي، مقطوعه كرته تصل ناحيه هاتوري، هاتوري كره اماميه تعود من فوجيتا الى هاتوري، محاولة بناء هجمة من تاكاهارا الان للناحية اليمنى وامامية ناحية ناكاياما، ناكاياما لاعب سريع يحاول ناكاياما المرور ويمر الكرة الى فوجيتا وتعود الكرة خلفية الان لصالح جابريو الياباني. فوجيتا ما في ضغط على اللاعب، ما في ضغط على اللاعب فعلا، يمر الكرة الى اللاعب البديل شيميزو، شيميزو كرة داخل منطقة الجزاء ولكن الدعيع، الدعيع يقرأ هذه المرة الافكار اليابانية
وينقذ الكرة وملعوبة الكرة الآن مرتدة مع انقضاء نصف الساعة الأولى من زمن شوط المباراة الثاني من محمد لطف لكن مقطوعة من تناكا وتعود مرة أخرى أمامية إلى شيموزو مقطوعة من أحمد الدوخي خميس العويران إلى عمر الغامدي عمر أمامية إلى سامي الجابر مقطوع الكرة إلى خارج أرض الملعب رمية جانبية للهلال نواف التمياط إلى سامي الجابر إلى أحمد الدوخي إلى سامي العائد للخلف كثيرا لبناء الهجمة الهلالية حاول مرور سامي الجابر وكرة خطأ لصالح الهلال خطأ لصالح الهلال طبعا مع التنفيذ أحمد الدوخي تبديل للهلال وتبديل لجابريو ملعوبة الكرة من سامي الجابر محاولة إلى عمر الغامدي لكن مقطوعة من شيموزو الآن مع عمر الغامدي حاول الضغط عليه وفعلا يخرج كرته إلى خارج أرض الملعب رمية جانبية لصالح جابريو الياباني إعادة الكرة الأخيرة ورمية جانبية لصالح جابريو الياباني كرة أمامية من شيموزو ملعوبة لنواف التمياط لكن مقطوعة لصالح جابريو وأمامية تصل إلى عبد الله الشريدة محاولات ضغط هلالية الحقيقة منذ بداية شوط المباراة الثاني مع بعض الهجمات المرتدة الخطيرة للفريق الياباني والنتيجة هدفين لجابريو مقابل هدف للهلال ملعوبة الكرة بالخطأ من محمد لطف تصل ناحية أوكو أوكو يحاول الكرة على الدائرة ونواف التمياط خطأ لصالح جابريو أيضا ملعوبة الكرة سريعة ومحمد الدعيع يخرج من مرمى بتوقيت أكثر من رائع بتوقيت أكثر من ممتاز محمد الدعيع يخلص الكرة الانفرادية كانت من ناكاياما وتعود الكرة الأخطاء في التمرير تسبب فعلا الإحراج لمدافعي ولحارس مرمى الفريق الدعيع يلعب ضربة المرمى تصل إلى أحمد الدوخي الآن خميس العويران إلى أحمد الدوخي إلى أحمد خليل أحمد خليل كرة أمامية ناحية سامي الجابر سامي الجابر خلفية إلى سيرجيو ولكن مقطوعة من الفريق الياباني إلى الأطراف إلى فوجيتا فوجيتا يلعب كرة أمامية تصل ناحية تاكاهارا تاكاهارا المتنقل تاكاهارا يحاول الآن بتمرير كرة يمر كرة فعلا أمامية وتدخل من أحمد الدوخي ما تزال كرة عالية وهجمة لصالح الفريق الياباني عمر الغامدي يلعبها رأسية ناحية أحمد الدوخي إلى نواف التمياط وخطأ خطأ على هاتوري خطأ لصالح الهلال نواف التمياط يلعب كرة أمامية إلى سامي الجابر تمر الكرة من سامي مقطوعة من تناكا تصل للناحية اليسرى إلى شيميزو وانطلاقة من كوغوتشي كوغوتشي الياباني يحاول يتقدم ويمرر الكرة ولكن مقطوعة من أحمد الدوخي ارتد أحمد الدوخي الآن للهجوم يمر من كوغوتشي ويمرر الكرة ناحية سيرجيو سيرجيو يحاول المرور يمر بشكل جيد سيرجيو ومحاولة هجمة هلالية الآن من الناحية اليسرى سيرجيو سيرجيو يمرر إلى سامي الجابر سامي إلى سيرجيو ولكن سيرجيو يتأخر في الانفراد في الناحية اليسرى لهجوم فريق نادي الهلال وتخرج الكرة إلى خارج أرض الملعب ضربة مرمى وأوزاكي الحارس الياباني صاحب البطاقة الصفراء والإنذار يلعب الكرة هذه المرة سريعا ضربة المرمى حتى لا يتعرض إلى إنذار آخر كرة تصل إلى أحمد الدوخي مقطوعة من هاتوري وإلى خارج أرض الملعب رمية جانبية لصالح الهلال والحكم يشير إلى لعب الكرة من المكان الصحيح بالنسبة لأحمد الدوخي يلعبها أحمد إلى أحمد خليل عبد الله الشريدة أيضا هناك تركي القحطاني وعبد الله المطرف يقوم بعملية الإحماء وهنا هجمة لصالح فريق نادي الهلال من خميس العويران خميس يمرر الكرة مقطوعة من كوغوتشي كانت تمريرة إلى محمد لطف تاكاهارا كوغوتشي مرة أخرى
بالعرض إلى هاتوري. هاتوري إلى لاعب البديل شيميزو. شيميزو أمامية، محاولة تمرير إلى ناكاياما الآن. ناكاياما يحاول تمرير الكرة أمامية إلى شيميزو، مقطوعة. تدخل أيضا ممتاز من محمد الدعيع، ومحاولة كرة للفريق الياباني. ويا جماعة الخير، تخليص الكرة أول بأول مطلوب من خط الدفاع، مطلوب من خط الدفاع. المعنويات هبطت قليلا بالنسبة لأفراد فريق نادي الهلال، حتى الأداء الهلالي هبط خلال الدقائق الخمس الأخيرة من زمن شوط المباراة الثاني الآن، ونحن في الدقيقة 35 من زمن شوط المباراة الثاني. أحمد الدوخي وكرة إلى خارج أرض الملعب، رمية جانبية لصالح جابيريو الياباني. يبدو عبد الله المطرف سيكون ورقة يوردينيسكو القادمة. محاولة تعديل النتيجة، والكرة رمية جانبية من شيميزو الآن، ملعوبة إلى ناكاياما، إلى شيميزو مرة أخرى. شيميزو يمرر إلى فوجيتا. فوجيتا مع الكرة يعيدها خلفية ناحية سوزوكي. سوزوكي يلعب كرة أمامية، وفي موقف تسلل، في موقف تسلل فعلا. كوغوتشي، كوغوتشي في موقف تسلل. ضربة حرة غير مباشرة الآن مع محمد الدعيع. يلعب كرة أمامية محمد ناحية سامي، لكن مقطوعة. كل الكرات حقيقة يعني محاولة استغلال سامي الجابر وتقدمه، بتقابل ب دفاع ياباني مستميت. هذا يوسف التنياني، حاول بكرة مع الناحية اليسرى الهلالية. يوسف يمر كرة داخل منطقة الجزاء إلى سامي، لكن مقطوعة من هاتوري، وإلى رمية جانبية لصالح الهلال. ملعوب الرمية الجانبية إلى يوسف الثانية مرة أخرى، يعيدها خلفية إلى محمد لطف. لطف إلى خميس العويران، إلى أحمد خليل. أحمد خليل كرة أمامية ناحية سيرجيو، وتدخل من اللاعب الياباني وتمرر الكرة، ولكن سيرجيو كان ينتظر خطأ، والكرة تصل إلى حارس المرمى الذي يبعدها إلى خارج أرض الملعب حتى يتم علاج سوزوكي. هيديتو سوزوكي لاعب فريق جابريو الياباني، ويطلب طبعا حكم اللقاء أيضا ناقلة اللاعبين حتى يتم علاج اللاعب خارج أرض الملعب. وهذا فعلا عبد الله المطرف أحد ناشئي فريق نادي الهلال، واللاعب لاعب شاب الحقيقة، شاهدناه هذا الموسم. ورقة يوردينيسكو الأخيرة، محاولة تعديل النتيجة، ونحن في الدقيقة 38 من زمن شوط المباراة الثاني. هدفين لجابيريو الياباني وهدف للهلال. وراعي هذا اللقاء صاحب السمو الملك الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب، وسمو الأمير نواف بن فيصل بن فهد نائب الرئيس العام لرعاية الشباب، ورعاية كريمة من سموهما لمثل هذه اللقاءات ومثل هذه اللقاءات التي تستضيف الأندية السعودية، ودائما ما تشرف الأندية السعودية في مثل هذه الاستضافات. يوسف الثاني على كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، يوسف يحاول يلعب كرة بالعرض، ولكن تمر أيضا عالية الكرة مع سيرجيو وإلى خارج أرض الملعب. ويعود سوزوكي بعد أن تلقى العلاج خارج أرض الملعب، وضربة مرمى. سيرجيو يضع ضربة المرمى لحارس المرمى الياباني أوزاكي، ملعوبة من أوزاكي كرة أمامية، وشيميزو يمرر الكرة بالرأس إلى ناكاياما، ولكن محمد الدعيع أيضا يخلص الكرة بعد تمرير أحمد الدوخي، أحمد خليل عفوا. هذا أحمد الدوخي كرة رأسية تصل إلى يوسف التنيان، يوسف رأسية خلفية إلى نواف التمياط، لكن معاه هاتوري يتحصل على الكرة، ومقطوعة تصل إلى نواف التمياط، ويشير حكم اللقاء لوجود خطأ لصالح فريق نادي جابريو الياباني. وهنا التغيير الثاني، لكن ملعوبة الكرة صالح الفريق الياباني الآن. محاولة من الناحية اليمنى، وكرة بالعرض إلى تاكاهارا، ولكن مقطوعة صالح الهلال. تتفاجئ الآلية الآن مع يوسف التنيان، يوسف التنيان يحاول المرور ومع كوغوتشي، كوغوتشي يمر من يوسف التنيان بشكل ممتاز، وهجمة هلالية. يوسف التنيان ما زال محتفظ بالكرة، يحاول من الناحية اليسرى يوسف التنيان، ويتأخر على خطأ وإنذار، وإنذار على أوكو.
دايسوكو اوكو انذار والبطاقة الصفراء الرابعة في هذا اللقاء. هذه عادة مرة أخرى، عادة الخطأ لصالح يوسف إثنيان، والإنذار كان من حكم اللقاء، وهنا خطأ لصالح فريق نادي الهلال. سيرجيو مع التنفيذ، وجميع لاعبي الفريق الإيراني داخل منطقة الجزاء اليابانية، لاعبي الفريق الياباني داخل منطقة الجزاء. وهنا دخول عبد الله المطرف وخروج عمر الغامدي، التغيير الثاني ليوردينيسكو. ملعوبه من سيرجيو، كره مباشره في المرمى ولكن تصطدم ايضا وتخرج الى خارج الملعب. ضربه ركنيه، الضربه الركنيه السادسه، نلعب في الدقيقه 40 من زمن شوط المباراه الثاني. هدفين لجابريو الياباني، هدف للهلال. ملعوبه الان من سيرجيو، سيرجيو على برا شوي لو يلعب سيرجيو، لكن يلعبها الى القائم البعيد، ومن الناحيه الاخرى تخرج الى ضربه مرمى لصالح جابريو الياباني. يجب التنويع في لعب مثل هذه الكرات الثابته، خاصه ضربات الركنيه او الركلات الركنيه. هناك اربع ركلات ركنيه خلال شوط المباراه الاول كانت للهلال، مقابل ركلتين كانت لجابريو، وركله واحده لجابريو في شوط المباراه الثاني، مقابل ست ركلات ركنيه خلال شوط المباراه الثاني للهلال. وهذا يعني ضغط هلالي، ولكن لم يتم الاستفاده من هذه الكرات سوى واحده التي اصطدمت بالقائم الياباني الايسر. كره ملعوبه الان، محاوله ناحيه ناكاياما مع احمد الدوخي، وتخرج الكره الى خارج الملعب، رميه جانبيه لصالح جابريو الياباني. ملعوبه الرميه الجانبيه الان من شيميزو، تعود الى شيميزو مره اخرى، ولكن الكره خرجت الى خارج الملعب، رميه جانبيه لصالح الهلال. ملعوبه من احمد الدوخي، احمد اماميه ناحيه نواف التمياط، لكن مقطوعه من تاكاهارا. تاكاهارا يحاول المرور وخطا، خطا لصالح جابريو الياباني، خطا لجابريو الياباني. كره على طرف منطقه الجزاء لصالح جابريو الياباني، ونحن في الدقيقه 42 من زمن شوط المباراه الثاني. هدفين لجابريو وهدف للهلال. ملعوبه من هيديتو بالعرض، لكن مقطوعه ايضا من دفاع الهلال. تعود مره اخرى من فوجيتا، فوجيتا يحاول المرور، وكره مقطوعه عبد الله المطرف. الان اللاعب البديل الثاني للهلال في مباراه اليوم نواف، وعبد الله المطرف مقطوع. الكره يابانيه اماميه ناحيه عبد الله الشريده، عبد الله يلعبها الناحيه اليمنى الى احمد الدوخي، احمد الدوخي يلعب كره اماميه الى سامي، ولكن مقطوعه ايضا من هاتوري. يحاول يعدي فوجيتا، مقطوع للهلال من نواف التمياط، ايضا ذكيه جدا الى سيرجيو. سيرجيو يحاول الحق بالكره قبل خروجها، فعلا تحصل على الكره سيرجيو من الناحيه اليسرى، هجمه هلاليه، هجمه هلاليه سيرجيو. سيرجيو يحاول المرور، يحاول المرور، كره طرف منطقه الجزاء، يمر الكره الى سامي، يحاول سامي على القوس، ولكن ايضا مقطوعه من الدفاع الياباني. تتد هجمه تصل ناحيه كوغوتشي، كوغوتشي وهجمه مرتده لجابريو الياباني. خلفيه ناحيه تاكاهارا، تاكاهارا بالعرض الى اوكو، اوكو كره عرضيه لكن ايضا مقطوعه من محمد لطفو، اماميه الى سامي الجابر، تصل الى يوسف التريان. الان يوسف قبل خروجه يتحصل على الكره ويرتد بهجمه هلاليه، يوسف التريان يمر الكره الى سامي الجابر، سامي، سامي يلعبها خلفيه، خميس العويران، خميس يمرر الى عبد الله المطرف، عبد الله ناحيه احمد الدوخي، وهجمات هلاليه متواليه، محاوله احراز التعادل احمد الدوخي، فكره عرضيه كبير، فرحان بهدف التعادل، ذلك وقت ممتاز. بالعرض، وين سيرجيو؟ سيرجيو يحرز هدف التعادل، شوفوا على مرة أخرى.
خلف المدافعين. يا عيني يا سيرجيو يا عيني، وهدف التعادل قد يمدد الوقت، لكن هنا كان يحاول المرور ولكن مقطوع ايضا، وهذه عاده الكره وهدف التعادل. شوف احمد التوفي ومحاولات هلاليه تكثر من محاولات هلاليه عديده لاحراز التعادل. وبالوني لا يهمك يا نبيل، لا يهمك الياباني السيد جيوكيكا هاجي بيسكي. هذه عادة مرة أخرى وتسلل كان لصالح فريق نادي الهلال، ضربة حرة غير مباشرة. لم نشاهد حكم اللقاء وهو يشير، أو الحكم الاحتياطي لوجن وهو يشير إلى الوقت بدل الضائع، ولكن كرة في الملعب الآن وكرة خلفية تصل لمحمد لطف. محمد لطف ملعوبة كرة في الوسط إلى يوسف تريان. يوسف تريان يمر الكرة ما بيها لنواف، لكن مقطوعة لصالح ناكاياما. ومحاولة الآن من كوغوتشي من الناحية اليمنى يحاول بهجمة لصالح فريق جابريو الياباني، وتدخل من أحمد خليل المتألق في مباراة اليوم. محمد خليل غطى كثيرا عبد الله شريدة، وعبد الله شريدة أيضا غطى أحمد خليل في بعض الكرات. ونلعب في الدقيقة الثانية في الوقت بدل الضائع من زمن شوط المباراة الثاني، والتعادل بين جابريو الياباني والهلال السعودي بهدفين مقابل هدفين. وهنا ضربة ركنية للفريق الياباني ملعوبة عالية ومبعدة من نواف التمياه. الثاني ضربة ركنية للفريق الياباني في شوط المباراة الثاني، ملعوبة الآن محاولة هجمة أيضا. الكرة داخل منطقة الجزاء مبعدة من أحمد الدوخي المرتد لصالح الهلال. ملعوبة من يوسف التريان. يوسف ملعوبة كرة وما تزال كرة مع يوسف التريان، مع سامي فلع على الجناح الأيسر. يحاول سامي الجابر الآن من الناحية اليسرى، يحاول المرور، يمر من حاتوري، كرة ملعوبة من سامي الجابر داخل منطقة الجزاء، يمر سامي ولكن ملعوبة من الدفاع الياباني ومقطوعة من هاتوري. وتصل ناحية كوغوتشي وكرة أمامية لصالح جابريو إلى تاكاهارا. تاكاهارا يحاول يلحق بالكرة، فعلا يلحق بالكرة ويحاول المرور محمد لطف، لكن مع محمد لطف يضايق محمد لطف ياخذ الكرة، يحاول التحكم فيها والمرور بها، وتخرج الكرة إلى رمية جانبية لصالح جابريو الياباني. سمو الأمير فاندر محمد رئيس نادي الهلال وأعضاء إدارة نادي الهلال ونشكر السعداء بهذا التعادل الذي جاء في وقت متميز وجيد جدا لفريق الهلال. ومع هذه الكرة أيها المشاهدون الكرام يطلق حكم اللقاء الماليزي سيلا رجان صافرته مع انتهاء شوط المباراة الثاني في اللقاء النهائي على البطولة الآسيوية 19 للأندية أبطال الدوري. إلى سامي الجابر، سامي الجابر يمر بمهارة أيضا من الناحية اليسرى، يحاول سامي الجابر، يمر سامي الجابر وكرة داخل منطقة الجزاء، سامي يحاول وكرة بالعرض. شكرا لكل السعوديين وكل الهلاليين هنا في الملعب، والهدف الثالث
الرابع سيرجيو البرازيلي، والف مبروك للهلال. فعلا 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 الملاحم الزرقاء نتذكرها هنا في هذا الملعب عندما فاز فريق نادي الهلال على فريق ناغويا جرامبوس الياباني في نهائي كاس الكونفدرالية عام 97 وكسب تلك البطولة، ثم عاد وفاز في نهائي البطولة العربية من بطل تونس الشهير نادي الترجي وتفوق الهلال. وهنا وللمرة الثالثة وفي هذا الملعب ومن هذه الكرة التي بذل فيها سامي الجابر مجهود كبير ووصلها مقشرة حلوة 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 هدية منديل إلى سيرجيو البرازيلي الذي لم يتوانى في استثمار جهد سامي الجابر الرائع والذكي، ويحرز الهدف الثالث للهلال والهدف الذهبي الذي فعلا أنهى جميع الآمال اليابانية، ويفوز الهلال ويحقق كأس البطولة 19 لأندية أبطال الدوري. وسامي الجابر هو وكرة عرضية وعلى مهلك كانت يا سيرجيو والهدف الثالث وهدف ذهبي. مبروك مبروك للهلال، مبروك لأبطال الزعيم، مبروك لهم هذه البطولة، مبروك لمباراة ومشرفها صاحب السمو الملك المستطاب بن فهد بن عبد العزيز وجه السعد الرئيس العام لرعاية الشباب ورئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، رئيس الإدارة الأولمبية السعودية. مبروك لسمو الأمير نواف بن فهد بن فهد صاحب السمو الملك نواف بن فهد بن فهد نائب رئيس العام لرعاية الشباب. ألف مبروك للجمهور السعودي الكبير الذي حضر هذا اللقاء والذي شجع والذي ساند، وألف مبروك. وهذا حصاد ما غرسته يا صاحب السمو، هذا فعلا حصاد ما غرسته يا صاحب السمو، والتربع الآسيوي هلالي. وإن شاء الله سيلعب الهلال مباراة السوبر مع شيموزو الياباني. رفض الهلاليون، رفض السعوديون أن تكون بطولة السوبر بين يابانيين شيموزو وغابينيو، وقال الهلال سألعب مع شيموزو بطولة السوبر إن شاء الله التي ستحدد في يوم 23 من شهر أبريل إن شاء الله في لبنان، وسيكون إن شاء الله الهلال هو ممثلنا، وبإذن الله نتفائل بإذن الله بتواجده بحول الله في كبطل السوبر. مبروك مبروك أيضا سيرجيو، هو لاعب المباراة في هذه المباراة، لاعب المباراة أفضل لاعب في المباراة هو سيرجيو، يتلقى طبعا هدية رمزية. الهلال الآن يحرز بطولة الثلاثين، بطولة الثلاثين يحرزها الهلال. وحكم اللقاء الماليزي السيد سيلا رجان يتشرف بالسلام على صاحب السمو الملك الأمير سلطان بن فهد، ويوقع صاحب السمو على الكرة التي لعب بها هذا اللقاء، ويحتفظ بها حكم اللقاء كذكرى لتحكيمه لهذا النهائي. القطري علي الخليفي الحكم الدولي والحكم المساعد الأول في مباراة اليوم، ثم العماني محمد الموسوي أيضا هذا الحكم والذي حكم في نهائيات كأس العالم 98 بفرنسا، محمد الموسوي فخر أيضا للحكام العرب، والصيني لو جن الحكم الاحتياطي في مباراة اليوم يتلقى الميداليات التذكارية لهذا الحكم. كأس اللعب المدروس طبعا لفريق جابيلو الياباني، وهو كأس مقدمة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. الآن كأس اللعب مقدم من الاتحاد الآسيوي على الشاشة عبارة مبروك للهلال، مبروك 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 لهذا الإنجاز الكبير. يتقدم الآن قائد فريق جابيلو الياباني اللاعب ناكاياما، ويستلم كأس اللعب النظيف الذي حققه فريق جابيلو الياباني. أيها الإخوة، الآن كأس أفضل لاعب في البطولة يقدم لشركة ثانيو، وحصل على اللاعب رقم 18 لنادي الهلال، وسيرجيو أفضل لاعب في هذه البطولة أيضا، وكأس تذكارية بهذه المناسبة أيضا مقدمة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. سيرجيو هداف البطولة وأفضل لاعب في هذه البطولة، وسجل 4 أهداف هي الأهداف التي فاز بها الهلال في هذه المسابقة. سيرجيو يثبت أنه لاعب متمكن ويحقق مع الهلال هذه البطولة. يتقدم الآن فيما يبدو لاعبو الفريق الإيراني بيروتزي الإيراني، يتقدمهم كبير المدربين الإيرانيين
السيد علي بوربين والطاقم الإداري واللاعبين للفريق بيروزي الإيراني الذي قدم مستويات جيدة خلال التصفيات التمهيدية ومن ثم أيضا خلال نصف النهائي والنهائي. وأحرزوا المركز الثالث بعد أن تغلبوا على سامسونج الكوري بهدف مقابل لا شيء. أحرزوا محمد كريمي والابتسامات من سمو الأمير فاندر محمد ومن زملائنا الإعلاميين المعروفين أيضا وابتسامات نحمد الله أننا شاهدناها في هذه الليلة التي اكتمل فيها الهلال بدرا كما كان بدرا في ليلة 15 عندما فاز على سامسونج واستمر بدرا حتى فاز اليوم في ليلة 17 من شهر محرم عام 1420 وتألق وحمل كأس آسيا هلالي للمرة الثانية في تاريخ نادي الهلال. طبعا هذا الكأس هذه المرة الثالثة التي يحقق فيها فريق عربي نتيجته كان هناك فريق السد القطري فاز بهذه البطولة ثم فريق الهلال وها هو يعود الهلال مرة أخرى هنا عام 91 فاز بها الهلال وعام 88 فاز بها السد القطري والبطولة بعد ذلك تراوحت بين الكرتين الكورية واليابانية فالكرة اليابانية حققت هذا الكأس أربع مرات عام 85 هذه الكرة الكورية أربع مرات دايو عام 85 وعام 95 يهيولو تشوما عام 96 بوهانج ستيلر وعام 97 أيضا بوهانج ستيلر الكرة اليابانية حققت المرتبة الثانية من حيث الزعامة تمكنت من ثلاث مرات فوروكاوا عام 86 ويوميري عام 87 وجوبيريو إيواتا عام 99 والكرة الإيرانية حققتها مرة واحدة عندما فاز الاستقلال بكأس عام 90 والكرة القطرية طبعا فازت بكأس مرة واحدة عام 88 والكرة السعودية هذه مرتان عام 91 ثم عام 2000 وبداية إن شاء الله موفقة لهذا العام الهجري والميلادي لفريق نادي الهلال وللكرة السعودية أيضا التي تنتظرها عدد من المشاركات الخارجية لعل أبرزها الدفاع عن كأس آسيا والذي سيكون إن شاء الله في لبنان في شهر أكتوبر القادم إن شاء الله وكل التوفيق نتمناه لمنتخبنا الوطني ولجميع اللاعبين السعوديين أيضا في إحراز هذه البطولة. ما يزال لاعبو فريق بيروز الإيراني يترقون ويترقون والآن لك يا مرحبا فريق جابيليو الياباني وجميع أفراد لاعبي جابيليو إيواتا الياباني يتلقون ميداليات المركز الثاني والميداليات الفضية طبعا هذا فوجيتا أيضا كان لاعب متمكن خلال المباراة ولاعب منتخب اليابان فوكونيتشي أيضا كوغوتشي ولاعبين متميزين تاكاهارا هذا صاحب الهدف الثاني للفريق الياباني يتشرفون طبعا لاعب الفريق الياباني بالسلام على صاحب السمو الكريم سلطان بن فهد رئيس العام رعاية الشباب رئيس الاتحادين العربي والسعودي لكرة القدم رئيس اللجنة الأولمبية السعودية ويتسلمون الميداليات الفضية من يد سموه في انتظار التتويج الكبير لأزرقنا للهلال إن شاء الله ليحصد الهلال تاريخ كبير مليء بالانتصارات من ضمن الإحصائيات التي تقول أن الهلال حقق 176 موقعة خاضها الهلال ضد أندية أجنبية طبعا تم احتساب مباراتين النصف النهائي والنهائي هنا وحقق السجل الشرفي الخارجي الهلالي ثمان بطولات مع هذه البطولة مجلس التعاون عام 1406 بطولة آسيا عام 1402 بقطر بطولة الأندية العربية العاشرة بالرياض عام 1915 بطولة الأندية العربية الحادي عشر بالرياض السوبر آسيا عام 1418 أندية مجلس التعاون 15 عام 1418 وهذه هي وبهذا الهدف الثاني بطولة
بطولة كأس الأندية الآسيوية الأندية أبطال الدوري 19 هنا في الرياض، والبطولة 8 الخارجية للهلال والثلاثين في تاريخه، ودرع تذكارية من سمو الأمير بندر محمد رئيس نادي الهلال إلى صاحب السمو الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز، وهو الذي كان خلف جميع هذه الإنجازات السعودية القارية والمحلية والعربية. مبروك للهلال، أفراد فريق نادي الهلال الآن يتقدمون لاستلام ميدالياتهم ولاستلام كأس البطولة الغالي الذي انتزعوه من جيبيلي أواتا الياباني الذي كان متقدما حتى الدقيقة 44 من زمن شوط المباراة الثاني. وما لبث الهلاليون إلا أن أكدوا أنهم أوفياء، وإلا أن أكدوا أنهم على قدر الثقة التي أولاها هذا الجمهور الكبير الذي حضر المباراة اليوم. ويوسف ناصر الثنيان، يوسف ناصر الثنيان يتشرب بالسلام على صاحب السمو الملكي سلطان بن فهد، ويتسلم ميداليته الخاصة الميدالية الذهبية، وهو قائد الهلال في العديد من المحافل الدولية. شارك يوسف الثنيان في تحقيق الهلال إلى 21 بطولة، منها 6 بطولات للدوري وبطولة واحدة للكأس ولي العهد، وثلاث بطولات لكأس الاتحاد، وبطولتين لكأس الخليج، وبطولتين عربية، وثلاث بطولات آسيوية، وهذه الرابعة، وكأس الملك عبد العزيز، وكأس الخطوط السعودية. وسامي الجابر أيضا يسلم على صاحب السمو الملكي سلطان بن فهد وصاحب السمو الملكي نواف بن فيصل، وهو اللاعب الذي اشتهر بعدد من الألقاب، وهو اللاعب أيضا الذي صنع الكثير من الأهداف في هذا اللقاء. كانت فعلا الليلة والسهرة هلالية، ملحمة هلالية كبيرة كبيرة كبيرة. يتسلم الآن معها اللاعبون أحمد الدوخي، أحمد الدوخي الكرة، يعني سامحني يا أحمد أنا قلت لي هي الكرة الوحيدة اللي لعبتها صح، وفعلا كانت أهم كرة في المباراة لعبتها صح، وسيرجيو اقتنص بها هدف التعادل لصالح الهلال، كانت من كرة أحمد الدوخي. مبروك للهلال. عبد الله الشريدة أدى مع علي عبد الله الشريدة في خط الدفاع، استطاع أيضا الحد من خطورة الثنائي تاكاهارا وناكاياما. نواف التمياط الذي كان لمشاركته منذ بداية اللقاء اليوم طعم خاص لهذا اللاعب، ولنا أيضا كجماهير عبد الله البطرف اللاعب الصغير في حجمه ولكن الكبير في أدائه، والذي شارك وقدم مستوى متميز. عمر الغامدي، محمد لطف، ألف سلامة عليك يا محمد. أيضا أصيب محمد لطف في نهاية المباراة مع بداية شوط المباراة الإضافي الأول. أحمد خليل والذي يتقلد الذهب الآن وفي أول موسم له مع الهلال، يتقلد الذهب للمرة الثانية بعد كأس المؤسس، طبعا بالنسبة لأحمد خليل المرة الثانية، لكن بالنسبة للهلال هذه البطولة الثالثة هذا الموسم. محمد الشلهوب أيضا اللاعب الصغير في حجم الكبير في أدائه، لاعب متميز محمد الشلهوب. ليتانا المدافع الزنب المحترف في صفوف فريق نادي الهلال، وعقد من البطولات مع هذا الفريق. لا ننسى أبدا، لا ننسى أبدا أن نذكر مع هذا التكريم وهذه اللقطات الرائعة الزرقاء هنا، أن نتذكر اللاعب عبد الله الجمعان والذي كان فعلا يقف خلف هذا الإنجاز الهلالي بشكل أكثر من ممتاز. أيضا اللاعبون الغائبون مثل خالد التيماوي، تركي الصويلح، حسين المسعري، فهد المفرج، حسن العتيبي، يوسف الحيائي، والنجم الكويتي جاسم الهويدي، والنجم المحبب للهلاليين خالد الرشيد، وجميع لاعبي الهلال وجميع إداري الهلال الذين شاركوا في هذا الإنجاز الكبير الذي يحمل معه الهلال اليوم بطولة كأس الأندية الآسيوية 19 لكرة القدم. مبروك أنجيل يوردونيسكو، وموسم موفق جدا 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 له مع الهلال. يوردونيسكو ومنصور المنصور مساعد المدرب وصاحب مجهود جيد، أيضا منصور المنصور مدرب الوطني. سامي الجابر محمولا على الأعناق، وكأن الجمهور يقول لسامي، يعني نوتنغهام فورست يريد سامي الجابر، وديفيد بليت مصر على أن يتعاقد مع سامي الجابر، ولكن نحن هنا في الملاعب السعودية نريد سامي الجابر هنا بإبداعاته. لا ننسى أيضا اللاعب فيصل أبو اثنين ولاعبو خط الاحتياط في صفوف فريق نادي الهلال، هناك صالح السلومي، تركي القحطاني، وأيضا عدد من اللاعبين يبدو أن يعني يعذروني إن لم أذكر اسمهم من كنت نسيتهم، ولكن فعلا هم على قدر الإنجاز.
وعلى قدر الثقة الكبيرة التي أوليت لهم في تنظيم هذه البطولة ومن ثم تحقيقها. ما يزال أعضاء فريق نادي الهلال يتوالون لتسلم ميدالياتهم. فهد المصبيح اللاعب الدولي السابق والإداري الناجح، وألف مبروك لهذا الإداري الناجح. يوسف الثنيان الآن يستلم كأس الذهب الآسيوي، ليلة الذهب الآسيوي، ليلة الإنجاز للوطن، ليلة الحصاد للأزرق، وهو يمثل الكرة السعودية هذا المساء. الجميع هنا الذين دعوا باسم الهلال لإضافة إنجاز تاريخي يضاف لإنجازات الكروية. الحمد لله، الحمد لله. الكأس الهلال، ويوسف التنيان يتسلم الكأس من يد صاحب السمو الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب وجه السعد السعودي، والذي أيضا يقف خط هذا الإنجاز، ومعهم رئيس نادي الهلال سمو الأمير بندر بن محمد. اليوم الهلال الذي استضاف هذه البطولة يعتبر هو بطل هذه البطولة، وسيمثل المملكة وسيمثل آسيا أيضا في بطولة السوبر مع فريق شيموزو الياباني. إن شاء الله إلى مزيد من الإنجازات يا هلال، وألف ألف مبروك أيضا لصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد، هذا الرجل الذي إن شاء الله ستكون الإنجازات معه بإذن الله ودائما الحصاد. وقبلة من يوسف التنعان لسمو الأمير نواف بن محمد، الرجل الذي يقف دائما أيضا مع الإنجازات الهلالية ودائما معها. ألف مبروك، ألف مبروك نقولها للجميع، لكل من شاهدنا في مباراة اليوم. نبارك أيضا لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وسمو النائب الثاني، ولجميع من شاهدنا في هذا اللقاء. وشكرا، شكرا لجميع المسؤولين الذين شاركوا معنا في نقل هذا اللقاء، من إدارة الاستاد ومن الإخوان في الماستر كنترول، ومن الإخوان أيضا في الحماية السعودية أيضا خارج الملعب وخارج الاستاد. شكرا لمدير الاستاد السيد سلمان نمشان، ومبروك مبروك للأهلي الأزرق هذا الإنجاز الوطني الكبير. ومع هذه الهتافات وهذه الأغاني الهلالية التي نتحمس معها جميعا ونقف معها تقف قلوبنا فرحة مبسوطة لهذا الإنجاز الكبير، مبروك مبروك للهلال ما حققه اليوم. وشكرا لكل من حضر هذا الملعب، ولكل من لبى الدعوة، ولكل من فرح بهذا الهدف الرائع الذي كان بقيادة سامي الجابر وبإمضاء سيرجيو. وألف ألف ألف مبروك للهلال هذا الإنجاز، ومن إنجاز إلى إنجاز يا وطن. وإن شاء الله، وإن شاء الله في ظل حكومة خادم الحرمين وفي ظل الرعاية التي دائما ما نحظى بها نحن السعوديون. شكرا لكم مشاهدي الكرام، شكرا لمخرجنا السيد عبد الرحمن السعد العنيق، شكرا أيضا للإخوان في الاستوديو الأخ سليمان مطويع، وأقول لك يا سليمان اسمي نبيل نقشمندي. شكرا أيضا للإخوان الضيوف المتواجدون، الكابتن محمد الفراشي والأستاذ صالح الحمادي. ألف مبروك للسعودية، ألف مبروك للوطن. تحية لكم من محدثكم نبيل خالد نقشمندي، هذه تحية لكم من استاد الملك فهد الدولي من درة الملاعب. ومع هذه المناظر لهذا الفرح تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.